أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نتوكل على الله نستأنف المحاضرة الثامنة من محاضرات الكراش كورس الخاصة بالإندوكراين، وهي لصالح الأطفال من مرضى مستشفى أبو ريش. محاضرة النهاردة بإذن الله في غاية الأهمية، وهي خاصة بواحد من أهم الهرمونات إن لم يكن يعني هو أهمها على الإطلاق، هو الإنسولين، لأنه متعلق بمرض الدايابيتس ميليتس، وهو الفيرست اندوكراينال ديس اوردرز، أكثر أمراض الغدد الصماء شيوعا. نتوكل على الله ونبتدئ البنكرياس. والنهارده هناخد الإنسولين والدايابيتس ميليتس، بقية الهرمونات بتوع الإنسولين وبقية الموضوع هناخده في المحاضرة الأخيرة المرة القادمة بإذن الله. طيب نتوكل على الله ونبتدئ. البنكرياس، بس نرتبها شوية. البنكرياس نحب نعرف عنه الاول يا اولاد ان هو it has got two functions، لان هو عباره له اكسوكراينال فانكشن اللي بيطلع البنكرياتيك سيكريشن، وله اندوكراينال فانكشن بيطلع العديد من الهرمونات، لان هو يعتبر غده صماء يعني موفوره الإفراز من الهرمونات من الايلت اوف لانجرهانس. فالبنكرياس is both endocrinal و exocrinal. احنا النهاردة هندرس الاندوكراينال فانكشن اوف بنكرياس. دلوقتي الاول احب اقول لكم معلومات عامة طريفة، وان البنكرياس ده اكتشف بواسطة هيروفيلس، وده اغريق يوناني، في 335 قبل الميلاد، وسماه بانكرياس، وجاء بان يعني all، يعني all flesh، معنى الكلمة يعني كله طري. أما الايلت اوف لانجرهانس فاكتشفها عالم ألماني اسمه بول لانجرهانس، وسماها باسمه ايلت اوف لانجرهانس، وده كان في سنة 1869. يعني البنكرياس نفسه 335 قبل الميلاد من هيروفيلس اللي هو كان تشريحي وجراح في نفس الوقت، ومعناها all flesh. اما الاندوكراينال فانكشن بنكرياس المسؤول عنها الايلت اوف لانجرهانس، فاللي اكتشف الايلت اوف لانجرهانس بول لانجرهانس وسماها باسمه، وده في 1869. في شويه معلومات طريفه نحب نعرفها يا اولاد، انه عدد الايلت اوف لانجرهانس، دي معلومات جاست، معلومات عامه مش مهم تركز فيها قوي، من 1 ل 3 مليون ايلت جزيره، بمتوسط 2 مليون ايلت، بتمثل 2% من البلاد فوليوم، من البنكرياتيك فوليوم، 2% من البنكرياتيك فوليوم. وبينوبها قد ايه بقى من البلاد سبلاي؟ برغم انها 2% من البنكرياتيك فوليوم بس، بينوبها 10 ل 15% من البلاد سبلاي، عشان تعرف انها دي جزء نشط جدا في البنكرياس. فبينما هي تمثل 2% من البنكرياتيك فوليوم، لكن بيخصها 10-15% من البلاد سبلاي. تيجي بقى المعلومات اللي هي لها قيمه يا اولاد. فاول معلومه ان الايلت اوف لانجرهانس بس نظبط الحكايه اكتر شويه. الايلت اوف لانجرهانس فيها الايلت اوف لانجرهانس في at least 5 types، في 5 انواع من الخلايا في الايلت اوف لانجرهانس. وده سؤال ام اس كيو على فكره بيجينا، يعني ساعات صار سؤال ام اس كيو يقول لك at least 5، وساعات يقول لك at least 4 types of
سيلز في الايلت والانجليان. دي اجابه صحيحه. طيب الاول عاوزين نتفق على حاجه مهمه جدا، ان كل هرمونات البنكرياس بوليبيبتايدز، ودي معلومه احنا عارفينها قديمه يا اولاد، لان احنا قلنا كل الغدد اللي بتبتدي بحرف البي، تعالوا نتذكرها سويا، اللي هم البنكرياس والباراثايرويد والبيتيوتري كلهم بحرف البي، اهم تركيب الهرمونات بتاعتهم بوليبيبتايدز، فدي معلومه قديمه. طب قلنا اول معلومه في الام اس كيو ان الايلت اوف لانجرهانز هيقول لك فيها اتليست 4 اور 5 تايبس اوف سيلز، هما 5 تايبس اوف سيلز، فدي اجابه صحيحه في الام اس كيو. بيسموا السيلز الفا وبيتا وجاما ودلتا وابسيلون. هتقول لي ايه دول؟ هقول لك دول الحروف الابجديه في اللاتينيه. الفا الحرف الاول، بيتا الحرف الثاني، جاما الثالث، دلتا الرابع، ابسيلون هو الحرف الخامس في الابجديه اللاتينيه. بعض الناس بيحبوا بقى يستخدموا حاجة أخرى، يعني الألفا يسموها A، البيتا يسموها B، الجاما يسموها F، الدلتا يسموها D سيلز، فالاتنين مقبولين تبقى عارفهم للإم اس كيو. سيبكم واحدة واحدة يا أولاد. أول نوع من الخلايا اللي هو الألفا سيلز أو الـ A سيلز، وده بيمثل 20% من الخلايا. وبيطلع هرمون مهم جدا اسمه جلوكاجون. وانا بحب الترمينولوجي جدا، فحبكم تعرفوا كلمه جلوكاجون جايه منين. انا بساعدك في الاسم باني عامله بالالوان. هو النص الاولاني جلوك جاي من كلمه جلوكوز، واجون من كلمه اجونست، فجلوكاجون. يبقى شوف هنا الترمينولوجي بيفيدك ازاي، هو جلوكوز اجونست، يعني مساعد للجلوكوز، بيرفع الجلوكوز في الدم. عشان كده حتى يسموه لما هنجيله المحاضره القادمه باذن الله هايبر جلايسيميك هرمون، يعني بيزود الجلوكوز في الدم، واسم واضح جلوكوز اجونست، ده منين جه كلمه جلوكاجون، وهو في ذات الوقت زي ما هنعرف مين يفتكر المحاضره القادمه كاتابوليك هرمون. تقل تاني نوع من الخلايا وهي الاهم، اسمها البيتا سيلز او بي سيلز، وتمثل 60-70% من خلايا الايلت اوف لانجرهانز، وبتفرز الهرمون الاشهر وهو الانسولين، ولكن بتفرز معاه هرمون اخر للاوائل اسمه اميلين، والنسبه بين الانسولين والاميلين 100:1، وهذا الاميلين له نفس وظائف الانسولين، يعني بيوطي جلوكوز الانسولين. اما منين جت كلمه انسولين يا اولاد؟ فانسولا يعني جزيره، واي ان يعني بروتين او بوليبيبتايد، يبقى البروتين اللي طالع من الجزر، والمقصود جزر لانجرهانز، يبقى انسولا جزيره واي ان يعني بروتين، ومعاه بيطلع من البيتا سيلز الاوائل هرمون اخر اسمه اميلين، النسبه ما بينهم الانسولين 100، الاميلين 1 وله نفس وظائف الانسولين تقريبا. طيب ثالث خليه اسمها الجاما سيلز او بيسموها الاف سيلز، وبتطلع بنكرياتيك بوليبيبتايد، عشان كده بيسموها البي بي سيلز اسم ثاني، ودي تشكل اقل من 5% من الخلايا. وطبعا بانكرياتيك بوليبيبتايدز معناها البوليبيبتايد اللي طالع من البنكرياس، دي مش عاوزه شرح. رابع خليه اسمها الدلتا سيلز او الدي سيلز، وتمثل اقل من 10%، وبتطلع هرمون عارفينه قبل كده اسمه سوماتوستاتين، كنا خدناه من الهايبوثالاموس. سوما يعني جسم، وستات يعني يوقف، واي ان يعني بروتين، بروتين اللي بيوقف النمو، سوماتوستاتين اللي هو كان اسمه جروث هرمون انهيبيتنج هرمون لما خدناه في الهايبوثالاموس، بيطلع تاني من الدلتا سيلز والبنكرياس او الدي سيلز التي تشكل اقل من 10%. اما الخليه الخامسه اللي هي الابسيلون، وقلنا ابسيلون معناها هو ده الحرف الخامس في الابجديه اللاتينيه، فدول بيمثلوا اقل من 1%، وبيطلعوا هرمون اسمه جريلين، هنا الاتش سايلنت. اما برضه بقولها للزملاء الاصغر سنا، منين جابوا كلمه جريلين؟ فجي نسبه الى جراث، واتش هرمون، وار ريسبتور، لان هو ده الهرمون اللي بيستيميليت الجراث هرمون ريسبتور، فسموه جريلين. اي ان طبعا عارفين في الاخر يعني بروتين او بوليبيبتايد زي ما علمتكم. وده هو الهرمون الخاص بالجوع اللي بيخلينا نجوع، لانه هناخده مره اخرى بيطلع من الاستومك باذن الله مع الميتابوليزم. فدول يا اولاد
الايلت اوف لانجرهانز بالخمس خلايا بتاعتها نسبه الى الحروف الابجديه اللاتينيه الفا بيتا جاما دلتا اند ابسيلون الحرف الخامس. اهمهم على الاطلاق هو الالفا والبيتا بترتيب الاهميه. البيتا التي تمثل 60-70% من الخلايا ودي اللي بتطلع الهرمون المعني النهارده اللي هو اسمه الانسولين اللي هو بيوطي الجلوكوز فيسموه الهايبوغلايسيميك هرمون او الانابوليك لان زي ما نشوف ان هو بيعمل انابوليزم وللاوائل بيطلع معاه بنسبه 100-1 هرمون اخر اسمه اميلين. تاني خليه من حيث الاهميه هي الالفا سيلز او الاي سيلز. حوالي 20% من الخلايا بتطلع جلوكاجون يعني جلوكوز اجونست ده معنى الكلمه وقلنا ده الهايبرجلايسيميك هرمون او عكس الانسولين كاتابوليك. يبقى الجلوكاجون هايبر جلايسيميك وكاتابوليك الانسولين هايبو جلايسيميك وانابوليك. طيب ملحوظه جميله ان الهرمونز دي يا اولاد ار سيكريتد ان بورتال فين يعني بتطلع من البنكرياس دايركتلي في البورتال فين وعليه تركيزها بيبقى عالي جدا في الليفر. بقيه الهرمونات كان تركيزها عالي في السيستميك سيركوليشن. هنا دي تدل على انه وراء الخلق خالق. هو ليه ربنا خلى الهرمونز بتوع البنكرياس بيتفردوا في ان هم بيطلعوا دايركتلي في البورتال فين وبالتالي يروحوا للليفر على طول يبقى الليفر فيه هاي كونسنتريشن؟ لان الهرمونات دي كلها متعلقه بالميتابوليزم. ومن هو الاورجن الاكثر اهتماما بالميتابوليزم؟ معظم الميتابوليزم بيحدث فين يا اولاد؟ مين الاورجن اللي عنده اكثر ميتابوليك فانكشنز؟ الليفر. فليس من غريب ان الهرمونات الخاصه بالميتابوليزم تطلع في البورتال فين فيبقى عندها هاي كونسنتريشن مش في السيستميك انما عند الليفر اللي هو مختص بالميتابوليك فانكشنز. طيب نبتدي دلوقتي بالهرمون الاول بتاعنا وهو الانسولين. يبقى هنبتدي بدراسه الانسولين دلوقتي. هذا الانسولين احب اقول لكم عنه في عجاله. هرمون الانسولين ده بيطلع قلنا من البيتا سيلز او البي سيلز اللي تشكل 60-70% مع هرمون اخر للاوائل اسمه اميلين والنسبه 100-1 والاميلين له نفس وظائف الانسولين. وقلنا عن الانسولين للتذكره مره تاني لاكل انه هو ده الهايبوغلايسيميك هرمون وهو ده الانابوليك هرمون. طيب قلنا ليه سموه انسولين؟ انسول يعني جزيره واي ان يعني بروتين. عن قصه اكتشافه الحقيقه هو اكتشفه عالم كندي اسمه بانتينج اكتشفه في سنه 1921 وحاز عليه جائزه نوبل في سنه 1923 مشاركه مع ثلاثه تانيين. اذا عاوز التفصيلات ارجع للمحاضرات الاساسيه. فالانسولين ده فريدريك بانتينج الكندي اسمه بانتينج هو الاساس في اكتشافه في سنة 1921 وخد الجائزة مشاركة مع ثلاثة آخرين في سنة 1923 جائزة نوبل. وطبعا الانسولين ده يعني هو بيستخدم في علاج الدايابيتس ميليتس. وانا فاكر في الجنازة بتاعة بانتينج المرضى اللي كان عندهم دايابيتس قالوا مقولة مشهورة لولاك يا بانتينج لكنا الآن في القبور يعني كنا موتى لأن كان الدايابيتس مش هيتعالج. نيجي بقى الانسولين. انا عاوزك تعرف عن هذا الانسولين 10 معلومات. حب النظام قوي. سبعه منهم يا ولاد معلومات مالتيبل تشويس او فلسفه وثلاثه بيبقوا معلومات مهمه جدا كاسئله نظري بالاضافه طبعا لان بيجوا في المالتيبل تشويس كويشنز وفي الشفوي. ابتدي بالمعلومات اللي هي خاصه بالمالتيبل تشويس questions والشفر. اول معلومه نعد مع بعض الاستراكشر وكل المعلومات على فكره تجميع لحاجات اسسنا لها سابقا. الاستراكشر انت متوقع انا علمتك حاجه مهمه جدا ان كل الغدد اللي بحرف البي اللي هم بيتيوتري باراثايرويد وبنكرياس دلوقتي البنكرياس تركيب الهرمونات بتاعتهم بحرف البي يا بولي بيبتايد يا بروتين. فالانسولين الهرمون تركيبه بوليبيبتايد وهو بيتكون من تو تشينز اوف امينو اسيدز تو تشينز اوف امينو اسيدز اي تشين
وبي تشين. الاي تشين 21 امينو اسيدز، البي تشين 30 امينو اسيد. يبقى تو تشينز كونكتد باي دايسلفايد بريدجز، متصلين بدايسلفايد بريدجز اللي هما A و B ويتصلوا بدايسلفايد بريدجز. ده الاستراكشر. طيب نيجي الثانس، معلومات تانية برضو أسسنا ليها. احنا تعلمنا ان اي بروتين، اي بروتين يا اولاد بيتعمل فين؟ بيتعمل في الرايبوزومز بتاعت الجرانيولار او الراف اندوبلازميك ريتيكولم. طيب وتعلمنا برضو معلومات قديمة ان كل البروتين والبوليبيبتايدز هرمون بيتعملوا كبري برو هرمون نمرة واحد، فبرو هرمون نمرة اثنين، فالهرمون نمرة ثلاثة. يعني عندي 3 ستيبس لتكوين الهرمون، اي بروتين هرمون. تعلمنا معلومتين هم متكررين، انه بيتعمل في الرايبوزومز بتاعت الراف اندوبلازميك ريتيكولم، والمعلومة الثانية انه بيتعمل كبري برو خطوة اولى، فبرو خطوة ثانية فالهرمون. وهذا الكلام ينطبق على الانسولين. فالانسولين في الرايبوزومز بتاعت الجرانيولار اندوبلازميك ريتيكولم كونه بوليبيبتايد هرمون بيتعمل كبري برو انسولين، ويتكون من 4 بيبتايد تشينز اللي هم الاي والبي، ادي 2، والسي، والسي هنا نسبة انها كونكتنج بتوصل الاي بالبي اللي هي باللحظه، و سيجنال. يبقى ده تركيب البري برو انسولين، 4 بيبتايدز A و B هما دول انسولين كونكتد بالسي، سي يعني كونكتنج بيبتايد، وفي سيجنال هي بتبتدي. المرحله الثانيه في ال في الراف اندوبلازميك ريتيكولم، خلاص يتحول البري برو اللي هو 4 بيبتايدز الى برو انسولين 3 بيبتايدز بس، هنفقد السيجنال. طب في الجولجي كومبلكس يتحول الى الانسولين اللي هو 2 امينو اسيد تشينز الاي والبي كونكتد بدايسلفايد بريدجز، وتطلع لوحدها الكونكتنج او السي بيبتايد. يبقى ده المعلومه الثانيه. يبقى قلنا اي بروتين او بولي بيبتايد هرمون معلومتين، يتعمل في الرف في البرايبوزومز بتاعت الراف اندوبلازميك ريتيكولم، ويتعمل كبري برو خطوه اولى، برو خطوه ثانيه، الهرمون خطوه ثالثه. فالبري برو 4 بيبتايدز، البرو 3 بيبتايدز. في الجولجي كومبلكس بيتكون الهرمون اللي هو الانسولين 2 امينو اسيد تشينز، وتسيب لوحدها السي بيبتايد. دي كانت اللوحه الاولى يا اولاد. انتقل المعلومه الثالثه، هيبقى النظام قوي. يبقى اتكلمنا على الاستراكشر واتكلمنا على الثانسس، نيجي للمعلومه الثالثه اللي هي ال سكريشن. برضو معلومة قديمة عارفينها. احنا عارفين اي بروتين ازاي بيطلع من الخلية يا اولاد قبل ما نبتدي، ما عندوش غير طريقة واحدة، يطلع بالاكزوسيتوزيس التي تحتاج الى كالسيوم. يبقى بيطلع بالاكزوسيتوزيس، والاكزوسيتوزيس يحتاج الى كالسيوم. طيب بس من الاول عشان الانسولين يوصل لحد السيل ممبرين، انا كنت قلت لكم ان الخلية او خلايا الجسم كلها اولاد ما فيهاش فراغات، مزدحمة بالأورجانيلز، كمدينة مزدحمة، كل المدن المزدحمة في العالم عشان الناس تنتقل بسهولة من وسط المدينة إلى أطرافها بتستخدم حاجة اسمها سابوي. تصور ربنا عامل سابوي في الخلية اسمه مايكروتيبيولز. يبقى الإنسولين بيتحرك من خلال المايكروتيبيولز اللي هي السابوي بتاع الخلية عشان يصل للسيل ممبرين، وهناك بيطلع كبروتين. اي بروتين بيطلع بالاكزوسيتوزيس، والاكزوسيتوزيس محتاج كالسيوم. طيب تعال نشوف بيطلع ازاي بقى. 90 ل 97% من الافراز بتاع البيتا سيلز بيبقى في صوره انسولين، ومعاه اكويمولر سي بيبتايد. يعني لكل جزء انسولين في جزء سي بيبتايد بيطلع معاه. اما الباقي بيطلعوا كبرو انسولين، برو اللي هو قلنا 3 بيبتايدز، وده بيبقى عنده ليتل بيولوجيكال اكتيفيتي. يبقى 90 ل 97% كانسولين معاه الايكوي مولر سي بيبتايد،
والريست كبرو انسولين ليتل بيولوجيكال اكتيفيتي. طب ايه اهميه ان مع الانسولين بيطلع سي بيبتايد ايكويمولر، لكل انسولين بيطلع سي بيبتايد، ده ليه اهميه اكلينيكيه مهمه قوي قوي. لو انا حبيت في عيان عنده دايابيتس اقيس وبديله انسولين، عاوز اقيس الاندوجينس انسولين اللي هو بتاعه هو بقى كميته قد ايه. طب ده انا بديله انسولين من بره اكسوجينس وعنده اندوجينس، هفرقهم ازاي؟ اقول لك فرق بسيط جدا. اقيس السي بيبتايد، لان السي بيبتايد لكل موليكيول اندوجينس انسولين بيطلعه العيان، لكل موليكيول بيطلع معاه ايكويمولر سي بيبتايد، فانا اقيس السي بيبتايد بالراديو امينو اسي، فده انديكيت وظائف البيتا سيلز قد ايه بتطلع اندوجينس انسولين في حاله الدايابيتس ميليتس. دي كانت النقطه الثالثه. النقطه الرابعه اللي هي الترانسبورت، برضو خدنا معلومات قديمه. انا كنت علمتكم ان كل البروتين والبوليبيبتايد هرمونز مش كده كلهم هما بروتين، يبقى في الدم ما يمسكوش في بروتين لان هما بروتين، فبيبقوا free not bound to plasma protein. فالإنسولين ينطبق على نفس الحاجة، هو بوليبيبتايد يبقى في الدم free not bound to plasma protein. طب دي تأثر في ايه؟ انا قلت ان البلازما بروتين كانت بتحافظ على الهرمون، وعليها ما يبقى free مش ماسك في بروتين لان هو بروتين بيبقى عنده short half life 5 minutes. قلنا الهاف لايف يعني لو انتي انسولين ينزل الى النصف من تركيزه في 5 دقائق. دي النقطه الرابعه. النقطه الخامسه الان اكتيفيشن، كنا برضو خدناه ان قلنا معظم الهرمونات بتبقى ان اكتيفيتد في الليفر. طب ده بقى قلنا هو بيطلع دايركتلي في البورتال فين، ف 50% بيدخلوا في البورتال فين يروحوا للليفر يبقوا متابولايز في الليفر. طب والريست يبقى متابولايز في الكيدني. بس في معلومه هنا مهمه قوي يا اولاد، ان البرودكتس بتاعه الميتابوليزم في الكيدني do not pass in urine. دي مهمه جدا في الام اس كيو. دي المعلومه اللي هي الخامسه. نيجي للمعلومه السادسه، هل في انسولين لايك سبستانس ان بلاد؟ برضو خدناه المعلومه السادسه. اه طبعا، فاكر لما كان الجروث هرمون كان بيطلع من الليفر سوماتوميدينز اللي هم كان حتى اسمهم انسولين لايك، يعني زي الانسولين هم اسمهم انسولين لايك جروث فاكتور 1 وده الاهم، وانسولين لايك جروث فاكتور 2 الاهم، كان هو انسولين لايك جروث فاكتور 1. اه في الدم سابستنس زي الانسولين، مين اللي بيطلعهم جروث هرمون؟ منين؟ من الليفر. حتى كان تركيبهم لو كنتوا فاكرين انسولين لايك جروث فاكتور 1 ده كان تركيبه زي البرو انسولين، بيشتغل على نفس الريسبتور بتاعه الانسولين وليه نفس الوظيفه على الكربوهيدرات والفات زي الانسولين. ثلاث حاجات يشارك فيها الانسولين، انه تركيبه برو انسولين، الريسبتور بتاعه الانسولين، الاكشن على الكربوهيدرات والفات زي الانسولين. طيب الانسولين لايك سبستنس في البلاد دول نوعان، كميه صغيره سمول امام بيبقوا فري، وعليه يبقى لو مليكولاريت فراكشن لان مش ماسكين في بروتين، لارج اماونت بيبقوا باوند تو بروتين الكبير، وعليه يسموهم الهاي ميكاريت فراكشن. نيجي المعلومه السابعه والاخيره في المعلومات المالتيبل تشويس او الشفوي، الريال الريليشن اوف انسولين تو بوتاسيوم. دي مهمه جدا في الطب، ان من المعلومات القيمه جدا الانسولين بياكتيفيتس الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، بياكتيفيت صوديوم بوتاسيوم بامب، وعليه بيدخل البوتاسيوم جوه الخليه، موصول البوتاسيوم بامب كان بيرمي الصوديوم بره ويدخل البوتاسيوم جوه، وعليه بيدخل الانسولين بيدخل البوتاسيوم جوه الخلايا، يبقى كميه بوتاسيوم في الدم هتنخفض، يبقى الانسولين انجكشن بيعمل هايبوكاليميا لانه بيدخل البوتاسيوم جوه. طيب ايه التطبيق الاكلينيكي للحكايه دي؟ في تطبيق اكلينيكي جميل خالص، ان احنا قلنا اكتر ايون بيخشاه القلب هو البوتاسيوم، لانه ممكن لو البوتاسيوم زاد في الدم يوقف القلب اندياستول، وزياده بوتاسيوم بتحدث في رينال فيلير. فاذا انا لقيت عيان عنده رينال فيلير وبوتاسيوم زايد لازم انقصه فورا والا القلب هيوقف اندياستول، فنحطه على رينال داليسز على غسيل
طب افرض ما عنديش جهاز الغسيل، عاوز انقص البوتاسيوم عشان ما يوقفش القلب، سهله، احقنه بانسولين ومعاه جلوكوز. الانسولين هياكتيفيت الصوديوم بوتاسيوم بامب، صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز، يدخل البوتاسيوم جوه الخليه فالبوتاسيوم في الدم يقل. طب بس على الانسولين ممكن يعمل فيتال هايبوجلايسيميا، يبقى لازم ادي معاه جلوكوز. يبقى علاج الهايبركاليميا اللي هي عمليه خطيره جدا بتحدث في رينال فيلر وممكن يوقف القلب عند استول، سهله جدا بالانسولين والجلوكوز. طيب معلومه تانية اكاديميه، طب الانسولين بينقص الجلوكوز في الدم، يبقى لو كان البوتاسيوم بينقص البوتاسيوم في الدم، يبقى لو كان البوتاسيوم اوريدي ناقص في السيروم ما يطلعش الانسولين، فده ينقص الانسولين سكريشن. يبقى نقص البوتاسيوم في السيروم سؤال ام اس كيو مهم جدا اكاديمي، ينقص الانسولين سكريشن. طيب نيجي ايه علاقه الانسولين تاني حاجه بالجلوكوز ترانسبورتر، دي قصه لوحدها لازم نبقى عارفينها كويس قوي يا اولاد، اللي هو الجلوكوز ترانسبورتر. تعال نتفرج مع بعض. دلوقتي احنا الجلوكوز في الجسم ما بيتنقلش غير متشال على كارير بروتين، لازم الجلوكوز عمره ما هيتنقل غير على كارير بروتين يسموه ترانسبورتر. يوجد نوعان من الترانسبورترز، لو ان الجلوكوز هينتقل from higher to lower concentration ومنقول على كارير بروتين يبقى يسمي ده كارير ميديتد ترانسبورت اللي هو الفاسيليتيتد ديفيوجن. طب في كام ترانسبورتر بروتين ترانسبورتر بينقلوا الجلوكوز من هاير تو لور بالفاسيليتيتد ديفيوجن اللي هو كارير ميديتد ترانسبورت؟ سبعه، يسموهم جلوكوز ترانسبورت رقم 1 2 3 لحد 7. يبقى سبعه من الجلوكوز ترانسبورتر بيستخدموا في الفاسيليتيتد ديفيوجن او كارير ميديتد ترانسبورت. لكن لو ان الجلوكوز هينتقل from lower to higher concentration يعني active transport برضو عاوز كارير، بس الكارير ده ما بيشيلش جلوكوز بس، بيشيل جلوكوز وصوديوم. حقيقة الأمر هو شايل صوديوم أساسا، يعني الصوديوم هو primary active transport والجلوكوز فوق البيعة، فعش كده يسموها secondary active transport. عندي هنا 2 transporter بس، صوديوم جلوكوز ترانسبورتر رقم 1 وصوديوم جلوكوز ترانسبورتر نمبر 2، بس يبقى عندي 7 للفاسيليتيتد ديفيوجن و2 للسكند اكتيف ترانسبورت، يبقى المجموع 9. طب دول موجودين فين؟ امتى بنقل الجلوكوز فروم لور تو هاير؟ في الانتستين، لان لازم امتص كل السكر، السكر ده ماده ذات اهميه غذائيه مش علميه، فبمتصه كله فيبقى تركيزه في مرحله ما صفر، فبنقله فروم لور تو هاير بسكند اكتيف ترانسبورت مع الصوديوم، بيسموه صوديوم جلوكوز ترانسبورتر رقم 1 بتاع الانتستين. طب فين تاني بننقل الجلوكوز فروم لور تو هاير؟ بننقله في الكيدني، بنعمل له ري ابزوربشن في الكيدني، كومبليت ري ابزوربشن برضه، ما بنرميش جلوكوز. هنا بنستخدم جلوكوز ترانسبورتر نمبر 2، ده الاساسي اللي موجود في البروكسيمال كونفيتيبيول، هنحكي الكلام ده مع الكيدني، لكن لاوائل والزملاء الاصغر سنا بنستخدم برضه في الكيدني بس اقل اهميه جلوكوز ترانسبورتر الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر نمبر 1 في البروكسيمال ستريت تيبيول. يبقى اتعلمنا يا اولاد الاتي، اتعلمنا ان انتقال الجلوكوز بيتم بالترانسبورتر بروتين ترانسبورتر كارير بروتينز 9 في الجسم، 7 بينقلوا الجلوكوز بالفاسيليتيتد ديفيوجن كارير ميديتد ترانسبورت فروم هاير تو لور، جلوكوز ترانسبورتر 1 تو 7، و2 بينقلوه بالسكندري اكتيف ترانسبورت فروم لور تو هاير مع الصوديوم، الصوديوم هو الاساس يبقى سكندري اكتيف ترانسبورت، صوديوم جلوكوز ترانسبورتر نمبر 1 وصوديوم جلوكوز ترانسبورتر نمبر 2. نمبر 1 موجود في الانتستين، الكيدني للممتازين
صوديوم جلوكوز ترانسبورتر نمبر 2 في البروكسيمال كونفيتيبيول لاوائل الاوائل والزملاء الاصغر سنا. في حاجه تاني برضو بيتنقل بالصوديوم جلوكوز ترانسبورتر نمبر 1 بس في البروكسيمال ستريت تيبيول. طيب ايه علاقه الانسولين بالكلام ده بالتسعه ترانسبورترز دول؟ صدق او لا تصدق، الانسولين لا يؤثر غير على واحد منهم بس من التسعه دول، اللي هو تحفظه صم اللي هو الجلوكوز ترانسبورتر نمبر 4، ده الوحيد اللي هو انسولين سنسيف في كل المجموعه دي. طب ده بيساعد دخول الجلوكوز فين؟ في المسلز بانواعها الثلاث سكيليتال وكاردياك وسموس، وتمثل 50% من الجسم، يعني برغم ان ده واحد بس هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي سنسيف، لكن هو الاهم جلوكوز ترانسبورتر رقم 4، لان ده اللي بينقل الجلوكوز لجميع انواع المسل التي تمثل 50% من وزن الجسم. السكيليتال مسل لوحدها 40% مع السموس والكاردك يبقى 50%. وفي حاجه تانية مهمه، الجسم فيه كميات رهيبه من الفات سيلز بينقلوا في الفات سيلز، ولسه شايفين في الصفحه اللي قبلها في اللوحه اللي قبلها كان بينقل معاه بوتاسيوم، فاكر كان بيدخل بوتاسيوم جوه، لان الشيء لزوم الشيء، الانزيمات اللي هتستخدم جلوكوز جوه الخليه محتاجه بوتاسيوم، ده السر ليه هو بيدخل جلوكوز وبوتاسيوم، تبقى فاهم ده الوحيد. طب انا بخاف تنسوها فحفظتها للطلبه بطريقه فيها مزاح جميله جدا. فانا بقول ان جلوكوز ترانسبورتر نمبر 4 ده بيدفن الجلوكوز، بيدفن الجلوكوز في الثري ماسلز وفي الفات سيلز. وبقول ان هنا في التعامل مع التشاينيز اتعلمت حاجه، ان احنا عندنا رقم التشاؤم هو رقم 13، وان كنت لا اؤمن بهذا الكلام. في الصينيين رقم الشؤم عندهم المرتبط بالموت والدفن هو رقم 4، لا يمكن يسكن في الدور الرابع ولا في شقه رقم 4. فاوعى تنسى الجلوكوز ترانسبورتر رقم 4، رقم 4 الطلبه بتفتكر الحكايات اللي هو رقم التشاؤم بتاع الصينيين اللي بيدفن الجلوكوز في المسلز بانواعها الثلاث والفات سيلز، هو ده الوحيد في التسعه اللي هو انسولين سنسيتيف. لا الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 و2 ادي 2، ولا جلوكوز ترانسبورتر من 1 ل7 ادي كده وصلنا 9، 7 و2 يبقى 9، كلهم انسنسيف تو انسولين ما عدا جلوكوز ترانسبورتر رقم 4. طب يبقى سؤال مهم هنا، طب احنا عارفين كمان ان الانسولين ما بيدفنش جلوكوز بس في السكيليتال ماسل والفات سيلز، لكن بيدفنها كمان بيدخلها في الليفر، بيساعد الترانسبورت اوف جلوكوز اكروس الممبرين، مش بس في السكيتال في المسلز بانواعها الثلاث والفات سيلز وكمان في الليفر. هنا مش عن طريق الجلوكوز ترانسبورتر، امال عن طريق ايه؟ سؤال لا يقل اهميه. عن طريق انه بياكتيفيت انزيم اسمه جلوكوكاينيز بيحرك الجلوكوز. ازاي؟ هقول لك. هذا الجلوكوكاينيز بيحول الجلوكوز جوه الكبد الى جلوكوز 6 فوسفيت. وعليه نسبة الجلوكوز جوه الكبد تبقى قليلة مقارنة بالجلوكوز في الدم يبقى كتير، يعني كأنه هيزود الكونسنتريشن جريديانت ما بين الجلوكوز اللي في الدم اللي كتير والجلوكوز اللي في الليفر القليل، لأن تم تحويله بالجلوكوكاينيز إلى جلوكوز 6 فوسفيت، فبقى جلوكوز قليل، يبقى كأنه عن طريق الجلوكوكاينيز بيزود الكونسنتريشن جريديانت فبيزود دخول الجلوكوز في الليفر. دي واحد من اهم الاسئله في المالتيبل تشويس، انه الجلوكوز بيزود الترانسبورت، الانسولين بيزود الترانسبورت اوف جلوكوز اكروس ذا سيل ميمبرين في ثلاث حتت، ماسلز بانواعها الثلاث وفات سيلز عن طريق جلوكوز ترانسبورتر نمبر 4. اما في الليفر في ترانسبورتر في الليفر اسمه جلوكوز ترانسبورتر نمبر 2، ده مش سنسيتيف للانسولين، ومع ذلك الانسولين بيساعد دخول الجلوكوز في الليفر. ازاي؟ عن طريق الجلوكوكاينيز انزيم. يبقى دول تبقى حافظهم صم، دول الثلاث حتت اللي فيهم الانسولين لازم لدخول الجلوكوز جوه السكيلتال ماسل والماسلز بانواعها الثلاث والفات سيلز والليفر. هنا بالجلوكوز ترانسبورتر نمبر 4 في الماسل بانواعها الثلاث والفات سيلز، وهنا بالجلوكوكاينيز. ده الوحيد في التسعه اللي هو سنسيف للانسولين. من المعلومات القيمة جدا يا اولاد،
البرين الاونلي فيول يوزد باي ذا برين از جلوكوز. البرين ما يقدرش يستخدم غير الجلوكوز. فشوف من رحمه ربنا طب في عيانين ما عندهاش انسولين بتوع الدايبيتس ميليتس، فربنا خلى دخول الجلوكوز في البرين. والار بي سيز لا يعتمد على الانسولين، يبقى موست اوف ذا برين للاوائل، معظم البرين يقدر ياخد الجلوكوز من غير انسولين. ليه بنقول موست الاوائل؟ عشان الساتاتي سنتر بتاع الشبع وهنعرفها بعد شويه محتاج انسولين. يعني مش كل البرين، معظم البرين ياخد الجلوكوز بدون انسولين، بدون انسولين ومع الار بي سيز. يبقى اوعى تنسى اللوحه دي، مهمه جدا في الاسئله. ثلاثه بس هم اللي محتاجين انسولين لدخول الجلوكوز، مصل بانواعها الثلاث والفات سيلز عن طريق جلوكوز ترانسبورتر نمبر 444، اوعى تنساه. بيدفن الجلوكوز، بيدفن رقم التشاؤم عند السنين في المسلز والفات سيلز. اما في الليفر في جلوكوز ترانسبورتر نمبر 2، وده مش سنسيف للانسولين، ده مهم للانسولين. ليه؟ حاجه تانية خالص خالص، بياكتيفيت الجلوكوكينيز. انما غير مهم لانتقال الجلوكوز لا في الكيدني ولا في الانتستين، لان الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر دول جلوكوز الانسولين انسنسيف، ولا في موست اوف ذا برين ولا في الار بي سيز. ده كلام مهم قوي يا ولاد. في حاجه تانية احب اضيفها لكم جميله من رحمه ربنا. طب عيان عنده دايبيتس يعني ما عندوش انسولين وهيعمل اكسرسايز، ازاي هيدخل الجلوكوز للمصل وهو ما عندوش انسولين؟ ربنا خلى دخول الجلوكوز في السكيليتال ماسل ديورينج اكسرسايز، تصور فقط الاكسرسايز للاوائل وللزملاء الاصغر سنا انسولين انسنس. ممكن يشتغل الجلوكوز ترانسبورت رقم 4 من غير انسولين في حاله واحده فقط بس في الاكسرسايز، شيء رائع. طيب دي كانت المعلومات السبعة اللي قلناها، وهقولها تاني في عجالة، مش هعيد المعلومات نفسها، هعيد الايتمز. اتكلمنا على الستراكشر نمبر 1، لو كنت فاكر قلنا الستراكشر، ستراكشر، وبعدين قلنا الثانسس، وبعدين قلنا الريليس، وبعدين قلنا الترانسبورت. كل ده اتكلمنا عليه لو كنت فاكر اهو. يبقى قلنا الستراكشر والثانسز والسكريشن والترانسبورت وان اكتيفيشن ومين الانسولين لايك، كانت نمره 6 سبستانس، وبعدين الريليشن ما بين الانسولين والبوتاسيوم، بيدخل البوتاسيوم مع الجلوكوز جوه الخليه ومع الجلوكوز ترانسبورت، عشان كده خدناهم مع بعض. انتقل بقى للتلات معلومات اللي هم الاكثر اهميه يا اولاد، اللي هم الاكشن والكنترول والدايبيتس ميليتس. ابتدي بالاكشن، ده اسئله بقى نظري مهمه جدا وفي الطب مهمه جدا. قلت في اي اكشن لازم نعرف المود اوف اكشن، مود اوف اكشن، الاس مش مود، مود اوف اكشن، مود ده المزاج، مود اوف اكشن. برضو تعالى نسترجع المعلومات الاساسيه، الفاونديشن، الاساس اللي بنبني عليه. احنا قلنا ان كل البروتين والبوليبيبتايد هرمونز بتشتغل عن طريق سكند ماسنجرز، فاكر كانوا اربعه سكند ماسنجرز، سايكليك ام بي، انزيتول ترايفوسفيت وده اسال جسر نمره 2، الكالسيوم كالمودولين نمره 3، السايكليك جي ام بي نمره 4. لو كنت فاكر، خد بالك بقى معلومه اهي صادمه. ما عدا الانسولين، الانسولين لا يستخدم سكند ماسنجرز، لان كنا خدنا لو رجعت اول محاضره في المود اوف اكشن هرمونز، ان في هرمون ممكن يعمل دايركت ستيميليشن للانترا سيلر بروتين، يعمل لها اكتيفيشن دايركتلي، هو بقى ده الانسولين. ازاي؟ بص معايا، الانسولين لما بيمسك في الريسبتور بتاعه بيعمل اوتو فوسفوريليشن للريسبتور، بفوسفوريليت الريسبتور وعليه بدون سكند ماسنجرز يعمل فوسفوريليشن واكتيفيشن. احنا قلنا البروتين والبيبتايدز بيبقى الممبرين الريسبتور بتاعهم في السيل ممبرين عشان هما لايبوفوبيك ما بيدخلوش جوه الخليه، فاللي يبقى الريسبتور في السيل ممبرين
ما بيدخلوش جوه، بيمسكوا في الريسبتور ويعملوا اكتيفيشن، يخبطوا ياكتيفيت الانتراسيلولار بروتين وانزيمز عن طريق ان يعملوا لها فوسفوريليشن. فالانسولين بيمسك في الريسبتور يعمل لنفسه ريسبتور اوتو فوسفوريليشن وبيدوريه يعمل فوسفوريليشن وبالتالي اكتيفيشن للانتراسيلولار بروتينز وانزيمز. طيب يبقى دي معلومات رهيبه. يبقى على عكس كل البروتين والبوليبيبتايد هرمونز، الانسولين do not work الانسولين does not work via second messengers، ما بيشتغلش بالسكند ميسنجر الانسولين. على عكس كل البروتين والبوليبيبتايد، الانسولين does not work via second messengers. انه بيعمل ايه؟ بيعمل اوتو فوسفوريليشن للريسبتور وبالتالي فوسفوريليشن واكتيفيشن للانتراسيلولار بروتين وانزيم. طيب نيجي نتكلم عن الريسبتور ده، المود اوف اكشن ده لوحده يجي سؤال في الانسولين. نتكلم عن الريسبتور بتاع الانسولين. الريسبتور بتاع الانسولين تترامير، اي اربع قطع، 2 الفا سب يونتس اوتسايد سيل ميمبرين، اهي 2 الفا سب يونتس اوتسايد ذا سيل ميمبرين، و2 بيتا سب يونتس اهو انسايد ذا سيتوبلازم. ده الفكره. وكونكتد زي الانسولين نفسه، التو الفا سب يونتس والتو بيتا سب يونتس كونكتد بداي سلفايد بونز. يبقى وصف الريسبتور بتاع الانسولين انه تترامير اربع قطع، تو الفا سب يونتس اوتسايد ذا سيل ميمبرين وتو بيتا سب يونتس انسايد ذا سيتوبلازم وكونكتد بداي سلفايد بونز. طيب نيجي ناخد القصه بقى. لما الانسولين بيمسك مع الالفا سب يونتس اللي بره بيعمل اكتيفيشن للبيتا سب يونتس اللي في السيتوبلازم، ان هم بيشتغلوا كايه؟ كتيروزين كاينيز، وهو المطلوب لان ما فيش فوسفوريليشن من غير ما يبقى في كاينيز انزيم يحرك لها فوسفيت جروب. فالبيتا سب يونتس بتاعت الانسولين ريسبتور بتشتغل كتيروزين كاينيز. فلما بيمسك الانسولين في الالفا سب يونتس بياكتيفيت البيتا سب يونتس اللي هي عباره عن تيروزين كاينيز، خلاص، فيعمل اوتو فوسفوريليشن للريسبتور وعليه للانتراسيلولار بروتينز وانزيمز. ده ازاي بيشتغل؟ يبقى اوعى تنسى، ده مهم جدا، ولا تنسى الاوائل ان هذا الريسبتور هو بيستخدمه حاجه تاني، فاكر؟ مش بس الانسولين، الانسولين لايك جروث فاكتور 1 بيستخدمه نفس الريسبتور. اللي هو نعيد المعلومات تاني، تترامير اربع قطع 4 سب يونتس تركيبهم جلايكوبروتين. تاني معلومه، 2 الفا اوتسايد ذا سيل ميمبرين بيمسك فيهم الانسولين، و2 بيتا انسايد ذا سيل سيتوبلازم، في الانسايد ذا سيل ميمبرين في السيتوبلازم، ودول عندهم تيروزين كاينيز اكتيفيتي. تمام. لما الانسولين بيمسك في الالفا سب يونتس بيعمل بيتريجر الاكتيفيشن بتاع التيروزين كاينيز بتوع البيتا سب يونتس، تعمل اوتو فوسفوريليشن للريسبتور وعليه فوسفوريليشن واكتيفيشن للانتراسيلولار بروتين وانزيمز. وللاوائل ان نفس هذا الريسبتور بيستخدمه الانسولين لايك جروث فاكتور 1 1 1، انسولين لايك جروث فاكتور 2 بيستخدم للزملاء الاصغر سنا ريسبتور اخر. طيب نكمل الريسبتور. A number of receptors with affinity of insulin to this receptor بتتأثر بإيه؟ أنا فاكر إن الجروث هرمون والجلوكوكورتكويز اتنين بحرف جي أهم، اللي هم أضداء للإنسولين، ضد الإنسولين. واحد فيهم زيادته بتقلل النمبر، ده الجروث هرمون، واحد فيهم زيادته بتقلل الأفينيتي أوف ريسبتور تو إنسولين. فاكر اقول لك انا بفتكرهم ازاي؟ ما حاجه تلخبط، واحد بيقلل عدد الريسبتور والتاني بيقلل قابليه الانسولين ريسبتور. فانا بفكرها روحي بطريقه طفوليه بس لطيفه. انا بقول هو مين فيهم بيختص بالاعداد عموما؟ الجروث هرمون، فاكر؟ كان بيعمل زياده في عدد الخلايا، بيعمل جروث. يبقى ده تملي بيلعب في العدد سواء بالزياده او بالنقصان. فالجروث هرمون بتاع العدد هو ده اللي لما يزيد يقلل نمبر اوف انسولين ريسبتور. وعليه في الاكروميجالي اللي هي بيزيد فيها جروث هرمون بيقل عدد نمبر انسولين ريسبتورز، وفي 25% من العيانين بيحصل لهم دايابيتس بتوع الاكروميجالي لانه قلل عدد الانسولين ريسبتور. بينما الجلوكوكورتيكويدز
جلوكورتيكويدز، ده بيقلل افينيتي. ولما يزيد زي في مرض الكوشنج 20% بيحصل لهم دايبيتس، انسو ريزيستنت دايبيتس، لانه الريسبتور مش راضيه تمسك في الانسو، بيقلل افينيتي. يبقى دي حلوه اهي. وبالعكس هنا يا اولاد الاديسون اللي بيقل فيها الجلوكورتيكويدز، يعني مفيش جلوكورتيكويدز، يبقى بالعكس الافينيتي تزيد. يبقى تنسى جلوكورتيكويدز ضد الافينيتي، جروث هرمون ده ضد النمبر. طب ايه اللي بيزود النمبر والافينيتي في الحالتين؟ مدعاه للتامل انه وراء الخلق خالق. الاسترفيشن، الجوع، او اسف يعني ما يبقى فيه مجاعه في الاسترفيشن، بيزيد النمبر الافينيتي اللي هو الهرمون اللي هو متعلق بالميتابوليزم. نشتغل جوه بقى، ما احنا مش حاجه جايه من بره. شوف عظمه الخالق ان الاسترفيشن بيزود النمبر والاكتيفيتي، بينما الجروث هرمون افتكر بتاع النمبر يقلل النمبر، في الكوشنج بيقل النمبر فيحصل في 25% دايابيتس ميليتس، والجلوكورتيكويدز يقلل افينيتي ففي 20% في الكوشنج يحصل انسولين ريزيستنت دايابيتس ميليتس. الاوبيستي يا اولاد من اهم المعلومات اللي هي بتحصل في تايب 2 دايابيتس ميليتس، دي كانوا بيقعدوا يقولوا انها بتقلل نمبر وتقلل افينيتي وحاجات من هذا القبيل، لا سبب حاجه تاني خالص، انها بتزود انسولين ريزيستنس، ودي هنشرحها لاحقا. يبقى ليه التخن الاوبيستي اذا اوبن دور، باب مفتوح تو دايابيتس ميليتس، تبقى حافظها صم. الدايابيتس تايب 2 معظمه بيجي في الناس تخان، لان الاوبيستي تخن، وادي احد عيوبها الخطيره جدا، بتزود انسولين ريزيستنس. طيب ده الحديث عن الريسبتور. انتقل بقى المود اوف اكشن. الانسولين كما هو متفرد في الريسبتور، متفرد ايضا في المود اوف اكشن. انا متوقع طب الانسولين ده بوليبيبتايد بروتين، ما بيدوبش في الليبيد، لايبوفوبيك، يبقى ريسبتور بره. قلنا صح في السيل ميمبرين، وقلنا حتى انه اربع قطع، اثنين الفا بره واثنين بيتا جوه، عندهم تيروزين اكتيفيتي، وانه ده الوحيد الانسولين اللي ما بيشتغلش في سكند ميسنجرز، على عكس كل البروتين والبوليبيبتايد هرمونز. انا كنت اتوقع انه يشتغل رابيد، ادام مسك في الميمبرين يشتغل رابيد. لكن الانسولين متفرد في حاجه ثانيه بقى، انه بيشتغل عن طريق الممبرين رابيد وذين سكندز، وعن طريق السيتوبلازم انترميديت اكشن وذين مينتس، وايفن عن طريق النيوكليس، يعني عمليه فيها سينثيسيس ترانسكريبشن وذين اورز. دي برضو تفرد تاني. لما يقول لك قول المود اوف اكشن اوف انسولين ريسبتور، قصه المود اوف اكشن قصه تانيه، تفرد في الانسولين، اشتغل عن طريق الممبرين رابيد وذين مينتس، سيتوبلازم انترميديت within على الممبرين رابيد within seconds، على السيتوبلازم انترميديت within minutes، وعلى السلو على النيوكليس within hours. على الممبرين قلنا كان بياخد الجلوكوز يدفنه جوه الخلايا، ثلاث خلايا اللي كنت فاكركم، المسلز بانواعها الثلاث ما بزهقش، والفات سيلز والليفر، ده within seconds. انت وانت قبل ما تسحب حقنك الانسولين من دراع العيان بيكون اوريدي الجلوكوز وطي في الدم لانه اتدفن في المصل بانواعها الثلاث، وفي الفات سيلز وفي الليفر، وذين سكندز رابيد على الممبرين، انترميديت على السيتوبلازم وذين مينتس، وسلو على النيوكليوس وذين اور. الرابيد اكشن اللي هو مين؟ لسه قايل لنا انه بيزود الابتيك اوف ثلاث حاجات، الجلوكوز تحفظهم صم، والامينو اسيدز طبعا الجلوكوز اهمهم، ولسه قايلين معاه البوتاسيوم، كان بيزود الصوديوم بوتاسيوم بامب، بيدخل البوتاسيوم جوه، جلوكوز امينو اسيد بوتاسيوم، ثلاث اسئله في الام اس كيو. ده الرابيد اكشن بيدخل ثلاث حاجات جوه الخلايا، جلوكوز امينو اسيد وبوتاسيوم. طب الانترميديت اكشن في السيتوبلازم، يعني بنتكلم سيتوبلازم يعني اورجانيل، يعني رف اندوبلازميك ريتيكولم، يبقى بروتين سينثيسيس، بيزود بروتين سينثيسيس ويمنع البروتين ديجراديشن. طب نيوكليس اللي هي سلو ذين ارز، يبقى عمليه ترانسكريبشن للبروتين والكربوهيدرات والفات. هذا كان هو تفرد الانسولين، وانا عاوز اخد امشي بسرعه، فانت عيد تاني الفيديو. يبقى كان هناك تفرد في الريسبتور، وهناك تفرد في المود اوف اكشن، رابيد على الممبرين وذين سكندز، انترميديت على السيتوبلازم وذين مينتس، سلو على النيوكليوس وذين اورز. طيب انتقل بقى للاكشن. اكشن الانسولين يا اولاد، الانسولين
is associated with energy abundance. يعني أقولها لك بجملة جميلة، هو الهرمون بتاع الوفرة ما يطلعش غير لما حضرتك يبقى عندك وفرة من الغذاء، لما تاكل كده وتنبسط. لما تاكل بيطلع يحب الاستورج، أدام في وفرة يبقى في تخزين. فهو سكريتد إمتى؟ لما يبقى في إنفلكس أوف نيوترينز، حضرتك كلت أكلة معتبرة كده ففي مواد غذائية داخلة على الجسم فهيطلع عشان خاطر يعمل لها ستورج. يحب قوي هو يخزن الجلوكوز سوري جلايكوجين كربوهيدرات، ويخزن الامينو اسيد يبني بروتين انابوليك، ويعمل لايبوجينسيس يخزن الفري فاتي اسيدز في صوره فات لايبوجينس. اوعى تنسى دي. الانسولين هو هرمون الوفره، يطلع مع الاكل عشان ياخد المواد دي. ادام في وفره، ادام في وفره يخزنها مع بتاع الانرجي اباندنس. عشان كده حتى يسموه في الام اس كيو هنا يجيبوه سؤال ات ذا هرمون اوف انرجي ستورج، صح؟ هايبوجلايسيميك، صح؟ انابوليك، صح؟ كل ده صح. تعال بقى ناخد الاكشن. انابوليك بيبني وفي نفس الوقت هو هايبوجلايسيميك هرمون، تمام؟ ده نظري مهم السؤال، زي ما زميلكوا حتى بيقول حاجه مهمه جدا، اكشن وكنترول دول اهم حاجه. إنما عندي طريقة متفردة هنا يا أولاد ولطيفة. مش أنا قلت لك إن المحاضرة دي كلها بيزد على الكلام السابق، يعني بنراجع فيها الكلام ونؤصله. أنا ممكن أستنتج وظائف الإنسولين تماما وأنا مش قاريه، ومش قاري غير أول هرمون اللي هو جروث هرمون. أنا قلت بطريقة غير مباشرة وظائف الإنسولين مع جروث هرمون. طيب قولي ذكرنا. قلت لك الجروث هرمون من اسمه بيعمل إيه؟ فاكر؟ قلنا بيعمل جروث، وعشان يعمل جروث لازم يعمل بروتين انابوليزم، عشان يعمل نمو لازم يعمل بناء للبروتين. وقلنا وفي ذلك الجروث هرمون يشابه الانسولين. ده مش الانسولين اللي بيشابه الجروث هرمون، الجروث هرمون لانه بيعمل جروث وبيعمل بروتين انابوليزم في ذلك يشابه الانسولين. يبقى ادي تو اكشن للانسولين، يبقى 100% احنا بنقول الجروث هرمون بيشابه الانسولين في انه بيعمل بروتين انابوليزم وجروث، يبقى الانسولين هو الاساس في الجروث والبروتين انابوليزم. فنسمي ده سينرجيستيك ويز جروث هرمون، يعني دي تو اكشنز بيتعاون فيها الانسولين مع الجروث هرمون، يعمل زيه بالظبط. يبقى دي نص السؤال، يبقى الانسولين بروتين انابوليزم وجروث. طيب نرجع للجروث هرمون تاني. كنت قلت ان الجروث هرمون بيعمل هايبرجلايسيميا، بيعلي الجلوكوز، وبيعمل لايبوليسيز يكسر ليبيد، وكيتوجينيك وانتو كيتون بوديز، وفي ذلك يخالف الجروث هرمون عكس الانسولين. لان قلت الانسولين بالعكس بيعمل هايبوجلايسيميا، بيوطي الجلوكوز انه بيدخله جوه الخليه يعني يخزنه في صوره جلايكوجين، جلايكوجين ثانس. وقلت ما بيحبش اللايبوليسيس، ده بالعكس هو اللي بيعمل لايبوجينيسيس، يبني فات، وبالتالي الفاتي اسيد ما تحولش كيتون بوديز، يبقى انتي كيتوجينيك. وقلت جمله اهم يا اولاد اقولها تاني، الاكشن اوف انسولين على الكربوهيدرات والفات متفرد يونيك بالمزاح كده زي الفريق ما يحبش الشريك. يعني اللي يعملوا الانسولين على الكربوهيدرات والفات بس، الكربوهيدرات والفات بس، لا يقاسموا فيه هرمون اخر. فهو الوحيد اللي على الكربوهيدرات بيعمل هايبوجلايسيميا يغطي الجلوكوز، الباقيين كلهم بما فيهم الجروث هرمون بيزودوا الجلوكوز. هو الوحيد اللي بيتخن يعمل لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك، الباقيين بيعملوا لايبوليسيس ويكونوا كيتون بوديز كيتوجينيك. يبقى تخيل انت لو كتبت دول خدت 70% من النمره بدون اي تفصيلات، ان دول اربع اكشن استنتجتهم منين؟ من الجروث هرمون. يتعاون ويشابه جروث هرمون في وظيفتين اللي باينين في اسمه جروث وبروتين انابوليزم، ويعكسه في وظيفتين اللي هو الكربوهيدرات والفات. وكاني رجعت الجروث هرمون، الجروث هرمون بيعمل هايبرجلايسيميا، لا يعمل هايبوجلايسيميا لانه بيحطوها بيدفن الجلوكوز جوه الليفر ويحوله للجلايكوجين وفي الماسلز. وفي الوقت فات ده الوحيد اللي بيبني لايبوجينس وانتي كيتوجينيك. الجروث هرمون العكس، وكل الهرمونات الثانيه العكس مش بس الجروث هرمون، ده يونيك المتفرد هنا الانسولين.
فده ملخص رائع. يبقى يشابه جروث هرمون في شيئين في وظيفتين ويخالفه ويخالف معه بقيه الهرمونات في وظيفتين. ابتدي بقى على الكربوهيدرات. قلنا في كلمه بيعمل هايبوغلايسيميا عشان تاخد 70% من هايبوغلايسيميك هرمون اسمه كده في ام اس كيو. ازاي بيوطي جلوكوز؟ قلنا بيدفنه في ثلاث حتت، موصل وفات سيلز وليفر، هم دول ثلاث عناوين. يبقى الكربوهيدرات هايبوغلايسيميك لانه دفنه في الموصل وفي الليفر وفي الادبوس سيلز. ابتدي بالموصلز. ازاي الموصلز؟ قلنا الثلاث بانماطها الثلاث اللي بتمثل 50% من البادي ويت، فبيدفنوا في الموصل عن طريق جلوكوز ترانسبورتر نمبر 4. ما بزهقش، بيزود عدد جلوكوز ترانسبورتر نمبر 4. شوف الروعه بقى. يبقى في الموصل بيزود الابتيك، بيزود الابتيك اوف جلوكوز. امتى؟ لما تاكل بوست برانديال، لما من غير ما تاكل ما ياخدش الفاستنج جلوكوز يحطوا لك جوه الخلايا ولا تموت. البرين ما ليش حاجه يستخدمها. شوف الذكاء وراء الخلق، خالق قوه عاقله نسميها الله. يا انسولين انت هتاخد جلوكوز بعد الاكل، الزياده عن الفاست بوست برانديال، تدفنه في المصل بواسطه الجلوكوز ترانسبورتر نمبر 4. قلنا طب العيان دايبيتك فاكر؟ الجلوكوز ترانسبورتر نمبر 4 ممكن يشتغل بدون انسولين، يبقى نون انسولين ديبندنت في حاله الاكسرسايز لاوائل وللزملاء الاصغر سن. طب هذا الجلوكوز اللي دخل بقى جوه قصاده ايه؟ الفيت الميتابوليزم، كلام بالعقل، خد الجلوكوز. طب خدناه هنتفرج عليه؟ لا، في احتمالين، جلايكوليسيس اوكسيديشن طلع منه طاقه للمصل، ده 20-50% من الكميه في الافرج يعني. واللي حضرتك مش هتستخدمه ده هرمون الستورج، بيسموه الهرمون اوف انرجي ستورج، هيخزنه في صوره جلايكوليسيس. هذه خلصنا المصل. طيب نيجي في ادي بوست تيشو اهو، الاديبوس تيشو. في الاديبوس تيشو نفس الكلمه، هياخد الجلوكوز ويدخله في الفات سيلز عن طريق برضو جلوكوز ترانسبورتر نمبر 4. حلو، يبقى زائد في المصل بقى المعطيه الثلاث ما بزهقش، وفي الفات دخله بجلوكوز ترانسبورتر نمبر 4. طب نعمل ايه فيه بقى جوه الاديبوس تيشو؟ سهل قوي، الجلوكوز ده يتحول الى الفا جليسرول فوسفيت، يعني جليسرول في الاخر، والجليسرول من اسمه هيعمل ترايجليسرايدز. يبقى هناخد الجلوكوز ده وهنستورت في الفات سيلز بقى، مش في صوره جلايكوجين، في صوره تراي جليسرايدز. الجلوكوز نحوله الى الفا جليسرول فوسفيت فجليسرول فتراي جليسرايدز، يبقى برضه تخزين. طب نيجي بقى للاكثر شويه وهي الاصعب شويه، الليفر. الليفر يا ولاد برضه هيزود الابتيك، هياخد جلوكوز ويدفنه جوه خلايا الليفر، يزود الابتيك اند ستورج جلوكوز، بس هنا يا ولاد بقى بمليون جنيه، مش بالجلوكوز ترانسبورتر نمبر 4. نمبر 4 ده في حتتين، المصل بقى مطيه الثلاث والفات سيلز. هنا بسط جلوكوكاينيز اللي هو فاكر كان بيزود الكونسنتريشن جريدينت، هيدخل الجلوكوز جوه الليفر. فكر انت ايه مصير الجلوكوز اللي دخل جوه الليفر؟ حاجه من اتنين، يختزن في صوره جلايكوجين، ثانس عن طريق انزيم اسمه جلايكوجين من سينثيس، يبقى من اسمه اللي بيخلق الجلايكوجين، يعني حتى سهل اي روحه، جلايكوجين ثانسيس عن طريق جلايكوجين سينثيس. طب واللي ما خزنهوش نستخدمه يا اخي؟ جلايكوليسيس زي ما عملنا في المصل بالجلايكوليتيك انزيمز، يعني الجلوكوز اللي دفنه جوه الليفر او جوه المصل قصاده، يا اما تستخدمه يا تخزنه في صوره جلايكوجين. خلاص، لو هتستخدمه جلايكوليسيس بالجلايكوليتيك انزيمز اللي هم الفوسفوفراكتوكينيز اند بايروفيت كينيز. بس هنا في احتمال ثالث بقى في الليفر، يعني غير ان يستخدمه ويحطه في صوره جلايكوجين، في احتمال ثالث انه حوله الى فات. تعال نتفرج اهو، اللي هو الثانسز اوف فات سيلز، فاتي اسيدز، اسف، الثانسز اوف فاتي اسيدز ان تو ويز، ان الجلوكوز اللي دخل جوه الليفر سيلز يتحول لبايروفيت ثم اسيتايل كو انزيم ايه. دي حاجه، ما هو ان تو ويز بيحول الجلوكوز
الى فاتي اسيدز. يبقى الاول انه بيزود دخول الجلوكوز ومن ثم تحويله الى استيلكو انزيم اي عبر البايروفيت. ثاني حاجه انه بيستيميليت انزيم اسمه اسيتايلكو انزيم ايه كاربوكسيليز، ده بقى اللي بيحول استيلكو انزيم ايه الى فاتي اسيد. يعني هو ازاي بيخلي الليفر تعمل فاتي اسيد؟ اولا بيديها جلوكوز اللي هو يحوله لاستيلكو انزيم ايه، وبعدين بينشط الانزيم اللي هيحول الاستيلكو انزيم ايه الى فاتي اسيد اللي هو اسيتايلكو انزيم كاربوكسيليز. يبقى ازاي وطى الجلوكوز في الدم؟ دخله جوه الليفر وكان قصاده الاحتمالات الاتيه، يا يستخدم جلايكوليسيس بالجلايكوليتيك انزيمز، يا يختزن في صوره جلايكوجين بالجلايكوجين سينثيز، او يتحول لفاتي اسيدز. وقلنا هنا بطريقتين، انه وفر الجلوكوز اللي تحول لكوانزيم ايه دي نمره واحد، واستيميليت الكوانزيم ايه كاربوكسيليز. طب ده ازاي وطى جلوكوز في الدم؟ ده في حاجه تانية بقى بيوطي الجلوكوز في الدم بطريقه تانية في الليفر، انه الليفر دي هي المصدر الاساسي للجلوكوز بتاع الدم من غير ما تاكل، فهو بيقلل الهيباتيك اوتبوت اوف جلوكوز. يقول لي الليفر اوعى تخرج الجلوكوز، انا وظيفته انزل الجلوكوز في الدم، انا بدخل الجلوكوز جواك اهو وتستخدميه في حاجه من ثلاثه، تحرقيه تحطيه جلايكوجين تحوليه لفاتي اسيد، واوعى تطلعي جلوكوز. يبقى بيزود الابتيك ويقلل الاوتبوت بثلاث طرق. هو هيجي منين الجلوكوز من الليفر؟ يكسر الجلايكوجين دي جلوكوز، هو بيقلل الجلايكوجينوليس باي انهيبيتنج الجلايكوجين فوسفاتيز، خلاص فوسفوريليز، اسف باي انهيبيتنج الجلايكوجين فوسفوريليز. اوكي طب وبيقلل الجلوكونيوجينيسيس، ما هي الجلوكونيوجينيسيس ممكن الليفر تروح واخده الامينو اسيد عامله منها جلوكوز، يبقى زودت الجلوكوز في الدم بطريقتين، انه بيقلل الامينو اسيد ابتيك باي ذا ليفر اللي هي تتحول الى جلوكوز، وبيقلل الجلوكونيوجينيتك انزايم، يعني لا في امينو اسيد ولا في انزايم اللي حولوها لجلوكوز. نمره 3 بينهبت الجلوكوز 6 فوسفاتيز، بينهبت الجلوكوز 6 فوسفاتيز. يبقى تاني كيف ازاي هو هايبوجلايسيميك؟ بثلاث طرق، دفنهم في المصل والفات سيلز والليفر، خلاص. طب نمسك في المصل بواسطه ال جلوكوز ترانسبورتر نمبر 4، وقصاده احتمالين انت تالفها الجلوكوز اللي دخل جوه المصل 20 ل 50% يحصل لهم جلايكوليسيس اوكسيديشن، طلعوا طاقه اللي مش هتستخدمه هو بيحب يحوش، حوشه في صوره جلايكوجين. طب ده نمره واحد المصل. طب نمره 2 في الفات سيلز، قلنا في الفات سيلز دخلوا برضه بالجلوكوز ترانسبورتر نمبر 4، بس هنا بقى مسار تاني، في الفات سيلز هنحوله للترايجلسرايدز، حوله للجليسرول فترايجلسرايدز. طب نيجي الليفر دي اللي صعبه شويه، يزود الابتيك يخلي الجلوكوز يدخل جوه الليفر وما يطلعش من الليفر ويقلل الاوتبوت. اوعى تنساها، هي طريقه لطيفه، يزود الابتيك ويقلل الاوتبوت. طب هيزود الابتيك قلنا بواسطه، هنا بقى مش جلوكوز ترانسبورتر نمبر 4، انما بواسطه الجلوكوكاينيز، وبعدين قصاده يا جلايكوليسيس بالجلايكوليتيك انزيمز، يحوشوا بقى اللي ما استخدموش في الجلايكوجين حلوه، او بالجلايكوجين سينثيز، او في نفس الوقت قلنا بطريقتين يحولوا الفاتي اسيدز، الجلوكوز يدي اسيتايلكو انزيم ايه، والاسيتايلكو انزيم ايه لسه قايلينها يا اولاد، بواسطه الاسيتايلكو انزيم ايه كاربوكسيليز يتحول الى فاتي اسيدز، ومفيش اوتبوت بثلاثه، يمنع الجلايكوجينوليسيس باي انهيبيتنج جلايكوجين فوسفوريليز، يمنع جلوكونيجينيسيس بطريقتين، لا ناخد امينو اسيد ولا في جلايكوجينيتك انزيم ينهبت الاكشن والليفل اوف جلايكوجينيتك انزيمز، وبعدين بينهبت الجلوكوز 6 فوسفاتيز. ده الاكشن على الكربوهيدرات وعلى القطوه. نيجي للاكشن على الفات. احنا قلنا الاكشن على الكربوهيدرات في كلمه بيعمل هايبوجلايسيميا، بيدفن الجلوكوز في ثلاث حتت، وتابعنا المسارات بتاعتهم. ماسلز بقى مغطيها الثلاث، وفات سيلز عن طريق جلوكو الجلوكوز ترانسبورتر رقم 4، والليفر عن طريق الجلوكوكاينيز. في الفات قول لي الجمله المحوريه اللي هتاخد عليها 70% من النمره، انه الفات ده الوحيد الانسولين الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس، بيتخن وانتي كيتوجينيك. ده الاكشن على الفات
اللي عليها 70% لايبوجينيسيس وانتيكيتوجينيك، عكس كل الهرمونات الاخرى متفرد على الكربوهيدرات، هو الوحيد اللي بيعمل هايبوغلايسيميا، الباقيين يزودوا جلوكوز. على الفات هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس يتخن، وانتيكيتوجينيك الباقيين لايبوليسيس وكيتوجينيك. فهنا نقسم الفات لايبوجينيسيس وانتيكيتوجينيك. نيجي لايبوجينيسيس، لسه قايلين في الليفر حول الجلوكوز الى فاتي اسيدز ديسكاس بطريقتين موجودين فوق اهو، خد الجلوكوز حوله الاستالكو انزيم ايه، ونشط الاستالكو انزيم ايه كربوكسيليز اللي حوله لفاتي اسيد. طب وفي الاديبوس سيلز قلنا خد الجلوكوز هنا بقى حوله الى جليسرول فترايجليسرايدز. مفيش حكايه. نمره 2 ازاي بيساعد اللايبوجينس؟ قال لك انه بيندوس لايبوبروتين لايبيز. اللايبوبروتين لايبيز ده بيكس، ده موجود في الكابيلاري وول، هيسبليت الترايجليسرايدز اللي في الدم. يعني هو في الكابيلاري وول اللايبوبروتين لايبيز ده في جدار الشعيرات، فيأثر على الترايجليسرايدز اللي في الدم يكسرها، طلع منها فاتي اسيد ويديها لقمه سائغه للفات سيلز عشان تعمل بيها فات. حلو قوي. يبقى تتكلم هنا ازاي عمل لايبوجينيسيس في الليفر والاديبوس تيشو زي ما قلنا، وبعدين حتى الترايجليسرايدز اللي في الدم عاوز بقى نخزنها بقى، مش هنسيبها عايمه في الدم. نشط اللايبوبروتين لايبيز اللي في الكابيلاري وول، طلع منها الفاتي اسيدز واداها الفات سيلز. طيب نيجي ازاي بقى انتي كيتوجينيك؟ هنشوف ازاي بيقلل موبيلايزيشن اوف فري فاتي اسيد. يعني هنا بنخزن، هو ده بتاع الستورج مش بتاع الموبيلايزيشن، ده مش لايبوليس، وعليه يمنع تحولها الى كيتون بوديز انتي كيتوجينيك. اولا انه بينهبت اللايبيز اللي هو سنسيتيف لل هرمون، فبينهبت يقولوها بالعكس بقى الهرمون سنسيف لايبيز اللي بيعمل لايبوليسيس بيحصل باللايبيز بانزيم سنسيف الهرمون، هو بيقلل الهرمون سنسيف لايبيز اللي بيعمل لايبوليس. طيب شوف اللي بعدها بقى، دي اصعب شويه بس تابعني فيها لانها طويله شويه. بيمنع الاكسديشن الفاتي اسيد، بيمنع اكسده الفاتي اسيد. طيب عليه، طب هتتحول لايه الفاتي اسيد ما تاكسيديتش؟ يبقى المسار الثاني تتحول الى استايل كوانزيم ايه، يبقى منع الاكسده بتاع الفاتي اسيد فزود تكوين الاستايل كوانزيم ايه اللي هيتحول بدوره الى مالونايل كوانزيم ايه. طب ايه بقى المالونايل كوانزيم ايه ده بيعمل ايه؟ بيعمل حاجه لطيفه، هو بقى المركب ده اللي بينهب مركب اخر بيكون كيتون بوديز. يبقى الفاتي اسيد ما اتاكسيدتش وتحولت الاستايل كوانزيم ايه الى مالونايل كوانزيم ايه. بيعمل ايه المالونايل كوانزيم ايه ده؟ بينهبت مركب وظيفته يعمل كيتون بوديز، فادام هيحصل له انهبيشن 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 يبقى مش هيتكون كيتون بوديز. مين بقى المركب اللي بيعمل له انهبيشن؟ اسمه كارنيتين، اهي كارنيتين اسايل ترانسفيريز. معلش اسمه صعب شويه، يبقى هنا الاسماء صعبه شويه. المالونايل كوانزيم ايه هينهبت الكارنيتين اسايل ترانسفيريز، هو ده بقى اللي كان بيعمل كيتون بوديز. ازاي بقى؟ لان المركب ده كان بيدخل الفاتي اسيد في الميتوكوندريا، وعن طريق البيتا اوكسيديشن تتحول لكيتون بوديز. هو وقف العمليه دي، منع بقى ان الميتوكوندريا تاخد الفاتي اسيد، وعن طريق البيتا اوكسيديشن تحولها لكيتون بوديز. مين المركب اللي بيعمل دي؟ كارنيتين اسايد ترانسفيريز، اللي هو عمل له انهبيشن. ازاي؟ انه خلى الفاتي اسيد ما تتاكسدش وتتحول الى استايل كوانزيم ايه الى مالونايل كوانزيم ايه اللي عمل انهبيشن لهذا المركب. طيب ده الاكشن المتفرد يا اولاد، المتفرد للانس اللي هو على الكربوهيدرات بيدفن الجلوكوز في ثلاث حاجات ما بزهقش. في المصل بأنماطيها الثلاث، والفات سيلز بالجلوكوز ترانسبورتر نمبر 4، وتابعنا مسار كل واحد. وبيدفن في الليفر بحاجه تاني خالص بالجلوكوكينيز. طب هل الليفر فيها جلوكوز ترانسبورتر؟ اه فيها نمبر 2، اللي مش سنسيف للانسولين، هو ملوش دعوه بيه، هو ليه دعوه بالجلوكوكينيز. وبيعمل هايبوغلايسيميا، ما دام دفن الجلوكوز يبقى هايبوغلايسيميا، متفرد الوحيد اللي بيعمل هايبوغلايسيميا. طب وفي في الفات لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك. نيجي بقى الاكشن الاسهل، طب هو يماثل الجروث هرمون في ايه؟ في انه بيعمل جروث وبروتين انابوليزم. اهو
انابوليزم وزي الجروث هرمون بيعمل جروث. طب نيجي ازاي اعمل انابوليزم؟ علمتها لك وقلت لك كل المحاضرة دي معادة. انت ازاي بتبني بروتين؟ محتاج امينو اسيد. طب هترصها ازاي؟ النوع والعدد والترتيب تبعا لخريطة اللي هي الميسنجر ار ان ايه، اللي هي صورة من طبعة من الدي ان ايه. فاي هرمون يعمل انابوليزم لازم يعمل اتي، لازم يوفر مواد البناء، يبقى يزود الابتيك وامينو اسيد باي ذا سيلز باي ستيميليتنج ذا ترانسبورت اكروس ذا سيل ميمبرين. خلي الامينو اسيد تنتقل عبر السيل ميمبرين. واذا كنت ناسي، اذا كنت ناسي افكرك، الانسولين كان بيدخل ثلاث حاجات في الام اس كيو جوه الخليه، جلوكوز بيدفنه وبوتاسيوم لانه بيزود الصوديوم بوتاسيوم بامب، وامينو اسيد هو زود الابتيك وامينو اسيد. ادي وحدات البناء. طبعا صم امينو اسيد مش كلهم صم. طب عندنا المواد، طب هنرصصهم ازاي؟ هو زود الجين ترانسكريبشن اوف دي ان ايه وعليه تكوين الخريطه اللي هنرتب على اساسها اللي هي الميسنجر ان ايه، اللي هو بنروح للرايبوز نرتبهم مظبوط ونعمل بروتين. طب ثالث حاجه على البروتين، ده مش بس بيكون بروتين، بيعمل انابوليزم وبيمنع الكاتابوليزم البروتين المسلز، انهبتس الكاتابوليزم المسلز. ادي الاكشن على البروتين سهله للمعاد، زود الابتيك بامينو اسيد. اوعى تنسى ما كانش بيزود امينو اسيد بس، مجرد مراجعه، جلوكوز وبوتاسيوم، وزود الجين ترانسكريبشن دي ان ايه وزود المسجر ار ان ايه. عندنا الخريطه وعندنا مواد البناء، رصصهم بقى نوعهم ترتيبهم عددهم، يبقى انت عندك بروتين ومنع الكاتابوليزم في المسل. نيجي على الجروث، قلنا الجروث هرمون والانسول ار سينرجيستك يعني متعاونين. الجروث هرمون كان بيعمل جروث، صور صدق او صدق، عن طريق ماده زي الانسول اللي هي الانسول لايك جروث فاكتور 1، فاكره اللي هو السوماتوجين اللي بيطلع من الكبد، قلنا عليه ثلاث معلومات، مشابه الانسول كبرو انسول، نفس الريسبتور بتاع الانسول اللي هو التترامير، وزي الانسول على الكربوهيدرات والفات. ولا تنسى ان الدايابيتك انيمال بقى فيل تو جرو، ما بتموش الدايابيتك انيمال ده، لا تنمو الدايابيتك انيمال لان ما عندهاش انسول، صح؟ وعليا انا افتكر قصه صغيره احب احكيها لكم يا اولاد مؤدها الاتي. كان في واحد صديقي عنده حفيد بيقول لي، مع انه هو كان يعني راجل استاذ ام ربطنا فاضل، بس ساعات الواحد ما بيشوفش المرض في احفاده وعياله، فبيقول لي الواحد ما بيموش النمو الكافي، لسه مولود يعني بقاله سنه مثلا او اقل. قلت له شوف يمكن عندوش انسولين، عنده تايب 1 دايابيتس ميليتس. فعلا لسوء الحظ طلع عنده تايب 1 دايابيتس ميليتس، وده كان بيفسر ليه لا ينمو، لان النمو يحتاج الى انسولين. طيب نيجي يا اولاد للكنترول، نظري مهم والسالفه كنترول. ست حاجات هنقسمهم كل اثنتين مع بعضين، هي حلوه في الحفظ. كنترول، لو قلت يا اولاد ان ترتيب المعلومات ايكوال امبورتنت زي كم المعلومات، ترتيب بنفس ايه اهم ستيمولس للانسولين؟ البلاد جلوكوز، ارتفاع البلاد جلوكوز فوق الفاستنج في البوست برانديال، ده مين ستيمولس او ده مين كنترولر؟ سؤال ام اس كيو يعني يكتب لك اربعه صح ويقول لك كلهم صح بس اختار اهم واحده، زياده البلاد جلوكوز ده المين ستيمولس او كنترولر، تبقى فاكرها كويس قوي. تمام؟ طيب في شوف بقى الذكاء، قلنا وراء الخلق خالق، انه ما بيزودش الانسولين، الانسولين ما يطلعش غير لو جلوكوز زياده عن الحاجه، زياده عن الفاستنج، لو زاد عن الفاستنج يطلع الانسولين عشان خاطر يدخله يدفنه جوه الليفر والماسلز والاديبوس سيلز ونستفاد بيه. يبقى اهو لازم نكتب كلام بتاع الاوائل، يبقى زياده البلاد جلوكوز، لا هم يكتبوها الباقيين كده، انتوا تكتبوا اباف الفاستنج ليفل، وده المين ستيمولس او كنترولر. الميكانيزم معقد شويه بس تعال نعدهم. لما يزيد الجلوكوز في الدم خطوه اولى هيدخل جوه البانكرياتيك سيلز، دي بانكرياتيك سيلز بواسطه جلوكوز ترانسبورتر نمبر 2، دي موجوده كمان في الليفر، والاهم انها انسولين انسنسيتيف، يعني دخول الجلوكوز جوه البانكرياتيك سيلز مش دعوه بالانسولين، ده هيطلع الانسولين، مش ليه دعوه بالانسولين، مش عاوز عبط،
دي خطوة أولى. دخل جوه البنكرياتيك سيلز هيبقى أوكسيدايزد لـ ATP، خطوة تانية تحول لأدينوجين ترايفوسفيت. خطوة تالتة الـ ATP دي هتأثر على بوتاسيوم ATP تشانل، اسمها بوتاسيوم تشانل بتتأثر بالـ ATP فاسمها بوتاسيوم سنسيتيف أو بوتاسيوم ATP تشانل أو ATP سنسيتيف بوتاسيوم تشانل، ليها اسمين بوتاسيوم ATP تشانل أو ATP سنسيتيف بوتاسيوم تشانل. يعمل لها يقفلها، تصور الـ ATP بيقفل بوتاسيوم تشانل دي. الخطوة التالتة وعلاقة البوتاسيوم يتحبس جوه ما يعرفش يخرج، يبقى جوه بوزيتيف وبره نيجاتيف، يبقى حصل ديبولاريزيشن. خطوة رابعة الديبولاريزيشن يفتح الكالسيوم شانل، فولتج جيت الكالسيوم شانل، فيتدفق الكالسيوم جوه البنكرياتيك سيلز. خطوة خمسة ينشط كالسيوم كاينيز انزيم. خطوة سادسة خطوة سبعة يطلع الانسولين زي ما قلنا، لانه بوليبيبتايد يطلع بالخلايا بالاكزو سيتوزيس اللي محتاجه كالسيوم. دي الخطوة السبعة. يبقى خور، يبقى ازاي زيادة الجلوكوز طلعت انسولين؟ سبع خطوات للاوائل. تاني في عجالة دخل الجلوكوز بجلوكوز ترانسبورتر رقم 2. خطوة تانية بقى اكسودايز لـ ATP. خطوة تالتة اثر على بوتاسيوم ATP شانلز قفلها. خطوة رابعة اتحبس البوتاسيوم عمل ديبولاريزيشن. خمسة اتفتح الفولتج جيتد كالسيوم شانل دخل الكالسيوم. سادسه نشط كالسيوم كاينيز. سبعه والاخيره طلع الانسولين بالاكسيتوز. ده مين ستيمولس او كنترولر. طيب تاني حاجه تطلع الانسولين زياده الامينو اسيد، وقلنا بيدفن الجلوكوز جوه الخلايا فيطلع لما الجلوكوز يجي، وكان بيدفن الامينو اسيدز فيطلع لما الامينو اسيد تزيد. قلنا some amino acids especially arginine, lysine, leucine, alanine بطريقة الجلوكوز والأمينو أسيدز تأثيرهم على الإنسولين synergistic متعاونين، تأثيرهم على الإنسولين secretion متعاون. الجلوكوز أمينو أسيدز بيتعاونوا في إنهم يطلعوا الإنسولين. يبقى أول اتنين إيه الرابط ما بينهم يا أولاد؟ مواد غذائية، زيادة الجلوكوز وزيادة الأمينو أسيد. طب في رابط تاني، هم دول الاثنين اللي كان بيدخلهم الانسولين جوه السيلز وكان معاهم البوتاسيوم. شيء لزوم الشيء عشان بيشغل انزيمات اللي هتخلينا نستفاد من الجلوكوز وامينو اسيد اللي داخل. طيب نيجي ثلاثة مع أربعة، حب اول نظام يا اولاد. يبقى اول اثنين مواد غذائيه، زياده الجلوكوز زياده الامينو اسيدز، زيده هو هرمون الوفره، حب الاستورج خالهم جوه. نيجي للهرمونز، بيطلع بالجاسترو انستانال هرمونز. طب دي مفهوم كل الجاسترو انستانال هرمون، لان دول ما بيطلعوش غير لما ناكل. يبقى لكون ان انت عندك جاسترو انستانال هرمونز يبقى معناه انك كلت، يبقى يطلع الانسولين بقى ياخد الاج، مش بيطلع بالنيوترنت انفلكس. ايه الدليل هنا ان انت كلت؟ ان طلع جاسترو انستانال هرمونز. فكل الجاسترو انستانال هرمونز كلهم يزودوا الانسولين، اسبيشالي للاوائل الجاستريك انهيبيتوري بيبتايد جي اي بي وجلوكاجون لايك بوليبيبتايد. جاستريك انهيبيتوري بيبتايد وجلوكاجون لايك بوليبيبتايد، فيسموهم حتى الاثنين دول انهم بيطلعوا ويزودوا الانسولين يسموهم انكريتينز. ليه بقى؟ لان هم طالعين من الانتستين الهرمونز دي، وبيزودوا السكريشن بتاع سكريشن. خد بالك كري سكري دي من كلمه سكريشن، وتركيبهم كاي هرمون هنا تركيبهم بروتين. ما هو يعني جاستريك انهيبيتور بيبتايد، بيبتايد جلوكاجون لايك بوليبيبتايد فهم بروتين، فعشان كده يسموهم انكريتين. كلمه من ثلاث اجزاء، ان لان طالعين من الانتستين، كريت لانه هيعملوا سكريشن، اي ان يبقى تركيبهم. طيب خد بالك بقى، هنا معلومه مهمه جدا في الام اس كيو، لو حقنتك بجلوكوز انترافينسلي يطلع انسولين اكتر ولا لو كلت جلوكوز اورالي؟ سبحان الله وراء الخلق خالق. مين الطبيعي؟ الطبيعي ان احنا بناخد انسولين بالحقن ولا بالاكل؟ بالاكل. فربنا خلاه بالاكل الجلوكوز تيكن اورالي يطلع انسولين اكتر من انترافينس. ليه؟ اديك فهم؟ لان زياده البلاك جلوكوز سواء واخده انترافينس او واخده اورالي وامتصته وطلع الانسولين، بس هنا في تفوق لما تاخده اورالي. لما تاخده اورالي هيطلع الجاسترونسان هرمونز بيطلعوا انسولين. يبقى اورالي بطريقتين، هيمتص في الدم يطلع انسولين بنفسه كجلوكوز، وهنا بمساعده الجاسترو انسولين هرمونز. لكن لو خدته انترافينسلي ما اكلتش، ما فيش جاسترو انسولين هرمونز.
other hormones. يبقى في gastrointestinal hormones الأهم وفي other hormones. مع شقة مثل عشق النظام. ثلاثة يزودوا وثلاثة ينقصوا الإنس. مين يزود الإنس؟ الجلوكوكورتيكويدز والجروث هرمون والجلوكاجون. حتى التلاتة بحرف الجي، الجلوكوكورتيكويدز والجروث هرمون والجلوكاجون. طالب ذكي قال لي ايه ده؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي دول اضداء الانسولين، ازاي هما بيشتغلوا عكس الانسولين ويزودوا الانسولين؟ قلت له تعالى نفهم الانسولين بيعمل ايه؟ قال لي بيوطي الجلوكوز. خلاص؟ دول بيعملوا ايه؟ بيزودوا البلاد جلوكوز. طيب ما احنا قلنا ان اهم حاجه هي موجوده معاك في نفس اللوحه، اهم حاجه بتزود الانسولين وزياده البلاد جلوكوز، فده الميكانيزم ان دول بيزودوا البلاد جلوكوز اللي هو المين ستيمولس لطلوع الانسولين. طالب قال لي بس كده انت فهمتنا نص الحقيقه، ان ليه يعني ازاي الميكانيزم؟ بس السؤال الاهم ليه الهرمونات دي اللي هي ضد الانسولين تزود الجلوكوز فتطلع انسولين؟ انا عندي جمله جميله قوي بقولها لاجيالي. هما دول بيزودوا الجلوكوز في الدم عشان يتفرجوا عليه ولا عشان يستخدم هذا الجلوكوز؟ قال لي طبعا بيزودوه في الدم عشان يستخدمه. طب مين بقى الهرمون اللي بيمكنه استخدام المواد الغذائيه؟ قال لي الانسولين. قلت له فخلاص هما يزودوا الجلوكوز في الدم ويقولوا الانسولين يطلع عشان تستخدم لنا هذا الجلوكوز، عشان اقولها بطريقه لا تنسى. فبقول جمله جميله يا اولاد احب تفتكروها، بقول كما انه ما قيمه المال الى ان ينفق، ما قيمه الجلوكوز الى ان يحرق؟ يعني ما قيمه المال الى ان ينفق، طب ما قيمه الجلوكوز الى ان يحرق؟ طب دول اضداء الانسولين اللي هم بالثلاثه بحرف الجي، جلوكوكورتيكويدز جروث هرمون وجلوكاجون، زودوا الجلوكوز ماشي عشان نتفرج عليه عشان نستخدمه، مين اللي هيستخدمه؟ الانس، فعشان كده زودوا الانس. الميكانيزم ازاي بقى؟ انهم زودوا الجلوكوز في الدم وده المين ستيمولس لطلوع الانس. كده انتوا ناس فاهمين. يبقى ثلاثه بيزودوا الانس وثلاثه ينقصوا الانس، اللي هم الليبتين والسوماتوستاتين والانسولين بالنيجاتيف فيدباك. ده مفهوم طبعا، الانسولين لما يزيد ينقص نفسه بالنيجاتيف فيدباك. سوماتوستاتين مفهوم، ده استاتيك بيوقف كل حاجه، ده بيوقف الجروث. طب الانسولين ده بيعمل جروث يبقى يوقف الانسولين، سوماتوستاتين. نيجي بقى قصه الليبتين يا اولاد. ايه الليبتين؟ ليبتين ليبت في اللغه يعني ايه؟ يعني ايه ليبتين؟ يعني ثين رفيع. فالليبتين ده الهرمون اللي بيرفع، والانسولين افتح ودنك بيتخن، ده الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس، يبقى لا يستقيم مع الليبتين. يبقى الليبتين والسوماتوستاتين والانسولين ينقصوا الانسولين، يبقى طريقه جميله خالص يا اولاد. ثلاثه زودوا الانسولين اللي هم الاضداء، وفهمنا ليه؟ زودوا الجلوكوز فطلعوا انسولين عشان يحرقه لهم، كما انه ما قيمه المال الى ان ينفق، ما قيمه الجلوكوز الى ان يحرق. وثلاثه نقصوا الانسولين، ينقص نفسه بالنيجاتيف فيدباك، سوماتوستاتين بيوقف الجروث، والانسولين بيعمل جروث يبقى يوقف الانسولين، والليبت اللي بيرفع والانسولين بيتاخر لايبوجينس. يبقى خدنا اربعه، اثنين مواد غذائيه بلاك جلوكوز وامينو اسيد، واثنين هرمونز. نيجي اخر اثنين بقى يا اولاد، اللي هم الاوتونوميك نيرفس سيستم ودراجز بتشتغل زي الاوتونوميك. الاوتونوميك نيرفس سيستم عندي الاتي، في عندي انا كنت قلت البيتا ريسبتور دي والالفا ريسبتور. البيتا ريسبتور بتطلع كل الهرمونات، تمام؟ فاكرين كنا قلنا البيبي بيتا انهبيتوري اكسبت على الهارت الهرمونز والميتابوليزم، فالبيتا بتطلع كل الهرمونات بما فيها الانسولين، قاعد هي يا اولاد. بينما الالفا انهبيتوري بتنقص الانسولين. طيب وعليه لما اعمل سمباثاتيك ستيميليشن اكتيفيشن اوف سمباثاتيك، السمباثاتيك نوع الريسبتور اللي عليه في البنكرياس الفا 2 اللي هي بتنقص، قلنا البيبي بيتا انهبيتوري على كل حاجه ما عدا ثلاثه، بتزود ثلاث حاجات هارت وموضوعنا النهارده هرمونز، كل هرمونز بيزيدوا بالبيتا وميتابوليزم، الالفا بتنقص. طب السمباثاتيك نوع ريسبتور اللي على البنكرياس الفا 2 فبتزود
بتنقص الانسولين، سمباثيتك ينقص الانسولين. خد بالك بقى هنا نقطه، شوف مين يفتكرها المحاضره القادمه يا اولاد. الجلوكاجون الاكشن بتاع البنكرياس بيبريدومينيت على البيتا. تفتكر المحاضره الجايه بقى الجلوكاجون اللي اكتر على البيتا، خلاص اللي اسف اللي الطلوع الجلوكاجون اكتر يعني بيبقى بيبريدومينيت على السكريشن الجلوكاجون هو البيتا ريسبتورز. يبقى ما ناخد المحاضره القادمه باذن الله ستيميليشن وسمباثيتك بقى عن طريق البيتا ريسبتور هيزود الجلوكاجون عكس الانسولين. الفيجاس بتاع الاكل قلنا بيغذي الجهاز الهضمي، يبقى زي الانسولين، يبقى طبيعي ان يطلع الانسولين عن طريق الماسكارينيك ريسبتور نمبر 4. يبقى الاكتيفيشن سمباثيتك نيرفس سيستم عن طريق الفا 2 تنقص الانسولين. الفيجاس بتاع الاكل والانسولين بتاع الاكل بتاع الوفره عن طريق الماسكارينيك ريسبتور نمبر 4 يزود الانسولين. نيجي ناخد الدراجز. واحد يقول لي طب ليه حطيت الدراجز مع الاوتونوميك نيرف سيستم؟ انا هو البيتا ريسبتور كان بيشتغل بمين يا اولاد؟ طالب قال لي البيبي بيتا بالسايكليك ام بي. قلت له سوري، يبقى اي دواء عندك يزود السايكليك ام بي يزود عليه الانترا سيلر كالسيوم يطلع الانسولين باكسيتوز. طيب وفي دواء ثاني بيستخدموه المرضى اللي عندهم سكر تايب 2 قبل ما يعني في المراحل الاولى من المرض، يعني عاوزين يزودوا الانسولين اللي عندهم الاندوجينس يزودوه، فيدوا عقار يستيميليت طلوع الانسولين بتاعهم اكتر شويه اسمه السلفينايل يورياز. ازاي بقى ده بيزود؟ الميكانيزم سهله جدا، بيبايند ويكلوز البوتاسيوم اي تي بي شانلز زي الميكانيزم اللي فوق اهو. يبقى عن طريق قفل البوتاسيوم اي تي بي شانلز سلفينايل يورياز. يبقى ليه خدت الدراجز مع الاوتونوميك نيرف سيستم؟ لان هنا نصها الدراجز اللي بتزود السايكليك ام بي زي البيتا ريسبتور بتزود. يبقى الكنترول خدنا ست حاجات، ما اسيدز، اثنين هرمونز جاسترو انترنال هرمونز واذر هرمونز، واثنين اوتونوميك نيرف سيستم ودراجز. ده النقطه السادسه. النقطه السابعه الاخيره النهارده يا اولاد، وهي ال انسولين ديفيشنسي والديابيتس ميليتس. طب افرض الانسولين ناقص، مش احنا لسه واخدين الاكشن؟ اعكس. الاول عندي سؤالين، سؤال هتسالوه في الشفوي، هو ازاي انقص الانسولين في الانيمالز؟ في طرق كثيره نذكر منها اربعه. شيل البنكرياس، بانكرياتكتومي دي نمبر 1، يبقى شلت الايلت اوف لانجرهانز والبيتا سيلز، او ما تشيلش البنكرياس بس شيل البيتا سيلز بس، اعمل سيلكتيف ديستراكشن للبيتا سيلز، كسر البيتا سيلز فقط. اشهر عقار بيعمل العمله دي اسمه اللوكزان، لكن في توكسينز اخرى بتعمل نفس الحكايه دي اللوكزان. طيب او سيب البنكرياس وسيب البيتا سيلز موجوده بس امنعها من انها تطلع الانسولين، ادي دراجز انهيبيتنج الانسولين سيكريشن، او سيب البنكرياس وسيب البيتا سيلز وخليها تطلع انسولين وادي انسولين انتي بوديز. يبقى شوف التضارب اللطيف ازاي في الحفظ، شيل البنكرياس، طب سيب البنكرياس بس شيل البيتا سيلز سيلكتيف ديستراكشن، طب سيب البنكرياس والوال بيتا سيلز وامنعها انها تطلع الانسولين دراجز، طب سيب البنكرياس والبيتا سيلز وخليها تطلع انسولين وادي انسولين انتي بوديز. اظن طريقه سهله للتذكر يا اولاد، شوف النظام يخليك تفتكر. نيجي بقى ايه الايفكت اوف انسولين ديفيشنسي؟ حط الكربوهيدرات على الفات على البروتين. احنا قلنا على الكربوهيدرات كان بيعمل ايه؟ الانسولين هايبوغلايسيميا، يبقى مفيش انسولين، يبقى يحصل هايبرجلايسيميا. خد بالك هو كان بيطلع امتى الانسولين؟ بوست برانديا، يبقى هيحصل هايبرجلايسيميا سبيشالي افتر ميلز للطلبه الاوائل. فالجلوكوز يعلى بسرعه جدا بعد الاكل، مفيش الانسولين اللي ياخده يخفيه، مفيش، وريتيرنز تو بيز لاين مور سلولي، يعني يعلى جامد بسرعه جدا وما يرجعش للبيز لاين بنفس السرعه. ده اللي هناخده في البايكيمستري اولاد تحت عنوان ابنورمال اورال جلوكوز تولرانس كيرف. العيانين اللي عندهم دايابيتس بنعمل لهم حاجه اسمها اورال جلوكوز تولرانس كيرف، نديهم جلوكوز اوري ونشوف الجلوكوز هيعلى لانهي ليفل وهيرجع تاني للنورمال امتى، نلاقي ده عالي اكتر وما رجعش في نفس الوقت، ابنورمال اورال جلوكوز تولرانس كيرف. طب هنا في سؤالين، ايه سبب ان الجلوكوز
حصل هايبرجلايسيميا. مفيش انسولين، الانسولين ده كان بيدفن الجلوكوز، بيساعد الجلوكوز انتي في ثلاث حاجات، فاكر الموسلز والفات سيلز عن طريق جلوكوز ترانسبورتر نمبر 4 ما بزهقش، وفي الليفر عن طريق الجلوكوكينيز. ما عندكش الكلام ده، ولا تنسى سؤال ام اس كيو، نو افكت، لا يؤثر على الجلوكوز انتري لا في الكيدني ولا الانتستين، لان الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 و2 بتاع الكيدني اساسا دول ما انسنس ومالوش دعوه بموست اوف ذا برين، ما بيعتمدش خالص على الانسولين والار بي سيز. يبقى كنتيجه لان الجلوكوز ما دخلش يستخدم في ثلاثه، هو تحفظهم صم ماسلز بقى معطيه الثلاث اديبوز سيلز والليفر. لكن مين اللي ما يتاثرش؟ ده سؤال ام اس كيو تاني. كيدني والانتستين ده الصوديوم جلوكوز ترانسبورتر 1 و2 مالوش دعوه بالانسولين وموست اوف ذا برين والار بي سيز. تاني سبب ليه الجلوكوز بيعلى، ان احنا مين اللي كان بيمنع الجلوكوز؟ مين البفر بتاع الجلوكوز؟ الليفر. فحصل ديرينجمنت اوف جلوكوستاتيك فانكشن ليفر. ديرينجمنت يعني تشويش، الليفر مش عارف يظبط الجلوكوز بتاع الدم. جلوكوستاتيك يعني يثبت الجلوكوز في الدم، باص الليفر. كان المفروض الليفر لما بتلاقي فيه جلوكوز زياده بتاخد من الدم، لما بتلاقي نقص بتدي للدم، مفيش كلام. فحصل عكس، قل الجلايكوجين سينثيسيس وزاد الهيباتيك اوتبوت. طب ثالث سبب، لما تشيل الانسولين يبقى في ان ابوزد اكشن للهرمونات اللي هي ضد الانسولين، هما ثلاثه فيهم بحرف الجي، جلوكاجون جروث هرمون جلوكورتكويدز ومعاهم الابينفرين. يبقى ده الثلاث اسباب. يبقى ما تمش استخدام الجلوكوز، حصل تشويش للجلوكوستاتيك فانكشن اوف ذا ليفر والهرمونات المضاده للجلوكوز. طب ايه الايفكتس اوف هايبرجلايسيميا؟ كل دي اسئله يا اولاد. الجلوكوز زاد في الدم، يبقى الاوزمولاليتي بتاعت الدم هتزيد، هايبر اوزمولاليتي اوف بلاد. طب الاوزمولاليتي بتاعت الدم زاد، الجلوكوز زاد في الدم وعليه هيتخطى رينال ثريشولد، يبقى ينزل في البول. نورمال الانسان لا يفقد جلوكوز في البول، يبقى جلايكوزوريا، هيشد معاه ميه بالاسموزيس، يبقى اوزموتيك دايوريسيس. العين عنده بولي يوريا، بول كتير، ده هما بنكتشف السكر ازاي غالبا في التايب 2، العين بينزل بول كتير وعليه بيشرب كتير، بولي ديبسيا، هزل كتير وبيشرب كتير. طيب ولما يفقد بول كتير هيؤدي الى انكريز يورينري لوس اوف صوديوم اند بوتاسيوم وجلوكوز، يعني هفقد كالوريز عشان كده العام بيخس، العام بيجيله سكر بيخس، ما بقت كل جرام جلوكوز فيه 4.1 كالوريز وهيفقد صوديوم وبوتاسيوم. خلاص. طيب في نقطه مهمه جدا، مع ذلك العام بيبقى جعان، مش بس عشان هو خس، في عنده هايبرفيجل. سبب تاني مهم قوي يا ولاد، ان انا قلت لكم ان البرين بيستخدم الجلوكوز بدون انسولين ما عدا مركز الشبع الساتاتي سنتر عشان يستخدم الجلوكوز ويوقف الفيدنج، يخليك ما تاكلش، عاوز انسولين. يعني انا بقولها بطريقه سهله يا ولاد، مركز الشبع كما العبد الله يحب الحلويات جدا، فطول ما في حلويات جلوكوز في الدم يبقى اكتف. خلاص، مركز الشبع بيبقى جلوكوز عالي بس مش عارف يستخدمه، لان هو الوحيد في البرين او ضمن اجزاء اخرى اقل يعني، بس من ضمن الحتت في البرين ده اهمهم، اللي ما يقدرش يستخدم الجلوكوز من غير انسولين. ففي جلوكوز كتير بس مش عارف يستخدمه لان مفيش انسولين، كل البرين يستخدمه مش محتاج انسولين، سلطاتي لا عاوز انسولين. حتى يسموها poverty amidst a plenty، الفقر في وسط الوفره، الجلوكوز عالي جدا في الدم بس الساتاتي مش عارف ياخده، فيبقى انكتف الساتاتي، فما يعملش انهبيشن للفيدنج، فرعان ياكل كتير. يبقى ايه سبب الهايبرفيجي؟ فيلير اوف ساتاتي سنتر اللي هو مركز الشبع، فما عرفش انهبيت الفيدنج. ليه حصل له فيلير؟ لانه عشان يستخدم الجلوكوز محتاج انسولين ومفيش انسولين، فمش قادر يستخدم حاجه، مفيش طاقه. نكمل. انت بقى تراجع تاني الفات، اعكس، كان هناك لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك، يبقى لما ينقص الانسولين يحصل ايه؟ العكس،
lipolysis عكس lipogenesis و increased formation of ketone bodies. ازاي؟ تعال نتفرج. هيبقى فيه decrease fences of free fatty acids. مفيش تكوين fatty acids ولا triglycerides. مفيش lipogenesis. وعلى أدام بقى ما بفيش تخليق للفات، يبقى هيزيد البلازما فيه فاتي أسيد أكتر بالضعف، وهيزيد اللو دنسيتي لايبوبروتين اللي هي الباد كوليسترول، عشان كده العينين دول بيجي لهم أثيروسكلروز رهيبة. طيب وبعدين فري فاتي أسيد هتبقى كاتابولايز لأسايل كوإنزيم A اللي هو هيدي كيتون بوديز. نيجي على البروتين، قلنا أنابوليك يبقى ما فيش انسولين يبقى ليس بروتين ثانس، ده هيؤدي الى فيلير تو جرو ومور بروتين ديبليشن يعني كاتابوليزم، وده هيؤدي الى بور ريزيستنت تو انفكشن، زائد انه الامينو اسيد دي بقى دام في تكسير اهو كتير يبقى نستخدمها نحولها للجلوكوز في انكريس جلوكونيوجينيسيس ديو تو ايه ان اوبوزد اكشن اوف جلوكاجون وجلوكورتيكويدز. مفيش انسولين يبقى لا يشتغل الجلوكاجون وجلوكورتيكويدز تعمل جلوكونيجينس. نمره 2 ان في تكسير للبروتين يبقى في وفره من الامينو اسيد، في امينو اسيد وفي الهرمونات اللي بتعمل جلوكوز باي جلوكونيوجينيسيس، يبقى الحكايه هتزيد جدا. ولا تنسى ان العيان هيبقى عنده اسيدوزيس، وان فورم اوف اسيدوزيس اسمه كيتو اسيدوزيس. كيتو اسيدوز دي يا اولاد عاوز اقول لكم حاجه خطيره جدا، بتبقى اكتر في تايب 1 دايابيتس ميليتس، يعني ديستربنس في الفات بيبقى اكتر في تايب 1 اللي هو بيجي في الاطفال الصغيرين في الاغلب مش دائما. وطبعا الطفل لما يبقى عنده كيتوزيس ممكن يدخل في كوما غيبوبه، وطبعا الاسيدوزيس بتستيميليت النفس فبيبقى عنده ديب رابيد يسموه اير هانجر، يسموه كوزمول بريذنج deep rapid respiration كوزمول نسبة إلى الوصف النفس ده breathing، وبتطلع فيها أسيتون، الأسيتون ليه ريحة، يبقى الأسيتون والطفل بقى بيبقى عنده نوزيا غثيان نفس وvomiting وabdominal pain وبهدلة. تنساش إن الديابيتس بيدي أسيدوزيس especially في type 1. وأحب أضيف لكم معلومة، الناس فاكرة يا أولاد إنه السكر ده لخبطة في الكربوهيدرات أساسا، تصور هي ده الأكثر ظهورا، إنما الكلام الجديد إن الديابيتس أساسا disturbance of lipid metabolism، الأخطر هو اللخبطة في الليبيد ميتابوليزم اللي هو اللايبوليسيس وتكوين الكيتون بوديز، دي الأخطر. فاوعى تنسى إيه تأثير الإنسولين ديفيشنسي، تأثير الإنسولين ديفيشنسي على الكربوهيدرات بدل هايبوغلايسيميا يبقى هايبرغلايسيميا، تعكس على الفات بدل لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك يبقى لايبوليسيس وفورميشن اوف كيتون بوديز كيتوجينيك يعني، وبدل على البروتين انابوليزم يبقى مفيش تنسز وبالتالي فيلير اوف جروث وفي ديبليشن وبالتالي في ريزيستنت تو انفكشن. ولا تنسى مهمه جدا الاسيدوز، وقلت ما تنساش ان الكلام الجديد ده بيتس اساسا ديستربنس في الليبيد ميتابوليزم، وبعدين اللي بيبقى اكتر في تايب 1 هو بتاع الاطفال. نيجي بقى الجزء الاخير، الحته الاخيره هتاخد وقت قليل خالص، اللي هو الدايابيتس يا اولاد. وطبعا ده التطبيق الكلينيكي. انا عايز اقول لك حاجه عن الدايابيتس ميليتس، ده الفيرست اندوكراينال ديس اوردر اول اوفر ذا وورلد، اكتر مرض خاص بالغدد الصماء في الدنيا. طب ما هو تعريفه؟ هو ميتابوليك ديس اوردرز في الكربوهيدرات والليبيد والبروتين لسه قايلين، بس كاركترايز بايه؟ اكتر حاجه اللي خليته يسموه دايابيتس هاي بلاد شوجر اوفر لونج بيريد. طب جاب منين كلمه دايابيتس ميليتس؟ قلتها لكم زي قبل كده في الاندوكراين. دايابيتس يعني زياده حجم البول، ميليتس يعني سويتي، البول طعمه حلو يبقى البول كتير وطعمه حلو، عشان نميزه من الدايابيتس انسيبيدس بيبقى البول كتير وتيستلس، ده معنى كلمة دايابيتس ميليتس، بول كتير وطعمه حلو. وحكيت القصة مش هحكيها تاني يا ولاد. طيب يبقى ميتابوليك ديس اوردرز مش خاص بالكربوهيدرات بس، ده الليبيد اهم، والبروتين
في high blood sugar over long period. طب الانسلينز تفتكر في كم واحد في الدنيا عنده دايبيتس؟ ليه بنقول ده الفيرست كوم؟ هاي 400 مليون. النسبة في بعض التكست بيقولوا around من 8 ل 9 من 10 من الادلتس عندهم دايبيتس، اللي مكتوب قصادك حتى 8.3. طب هل الدايبيتس هيتزايد ولا هيتناقص؟ دي نقطة مهمة جدا. لا، في رابيد انكريز في الريت. ليه؟ لأنه ملازم للسمنة، والسمنة بتتزايد في العالم بسبب الجينيتك انجينيرينج ووفرة الأكل. الناس بتاكل كتير وبتتخن، فعشان كده اللي هيزيد أساسا هو تايب 2 اللي هو مرتبط بالسمنة. يعني هو دلوقتي 8 ل 9 من 10 من الأدلتس في الدنيا عندهم دايبيتس، وهيزيد بسبب زيادة السمنة. طيب نيجي أنواع الدايبيتس. في عندنا يوجد نوعان أساسيان للأوائل، هما مش اثنين بس، هما اثنين أساسيين، تايب 1 وتايب 2. تايب 1 دايبيتس ميليتس وتايب 2 دايبيتس ميليتس. ليهم أسامي أقل شهرة، ما بتستخدمش دلوقتي إنها غلط. تايب 1 يسموه كانوا زمان انسولين ديبندنت دايبيتس ميليتس، وتايب 2 نون انسولين ديبندنت دايبيتس ميليتس. ليه الاسم ده مش صح؟ لأن في تايب 2 في مرحلة ما بنديله انسولين، يبقى ما هوش نون انسولين ديبندنت. انما ما زالت بتستخدم، مش هنقول يعني انها فوربيد انك تستخدمها، بس مش صح. الاصح تايب 1 وتايب 2. زمان كان تايب 1 لانه بيجي غالبا تحت سن 40 يسموه جوفينايل بتاع الاطفال. تايب 2 يسموه ادلت لانه فوق سن 40. ليه برضو كان ده مش صح؟ وده يوجوالي مش دائما. فيبقى الاسم الصحيح يا اولاد تايب 1 وتايب 2. تايب 1 اللي بيسمى احيانا انسولين ديبندنت او جوفينايل، تايب 2 نون انسولين ديبندنت او ادلت اونست دايبيتس. اقارن ما بينهم في 10 نقاط. وما عشقت مثل عشق النظام. خمسه متعلقين بالاهم وهو الكوز، وخمسه تانيين. اول واحده بالخمسه خلصناها خلاص. ايه الاسامي القديمه بتاع تايب 1 وتايب 2؟ تايب 1 انسولين ديبندنت جوفينايل، تايب 2 نون انسولين ديبندنت وادلت اونست. قلنا ليه؟ لانه تايب 2 هياخد انسولين ما هوش نون انسولين ديبندنت تماما، وادلت لا مش شرط يحصل في الادلت. طيب نقطه، ناخد بقى النقاط اللي بعد كده. عامل لك ده باللون الاحمر وخمسه باللون الاسود، حب قوي الالوان. الانست تايب 1 بيحدث سادن within weeks to months، تايب 2 جراديوال. طب الايدج تايب 1 غالبا تحت سن 40، عشان كده سموه جوفينايل بتاع تشايلد. تايب 2 غالبا فوق سن 40، عشان كده سموه ادلت دايبيتس. بريفالنس مين اكتر؟ طبعا تايب 2، 90% من الدايبيتك تايب 2 و10% تايب 1. طيب نيجي النقطه الخامسه هنا، يعني اخد اللون الاحمر. قلنا ان انها دلوقتي الدايبيتس بيعتبروه اساسا لخبطه في الليبيد، الكيتو اسيدوزيس واللايبوليسيس اللي هي الاخطر. كومون فين اكتر؟ في تايب 1 اللي هو الانسولين ديبندنت اللي هو جوفينايل، ورير في تايب 2. ثانك جاد، لانه طبعا شوف رحمه ربنا ان تايب 2 ده 90%، فخلى الليبيد ديستربنس قليل مقارنه بجوفينايل. دول خمس نقط اللون الاحمر قصادك، هتاخد اهو 1 2 3 4 1 2 3 9 وفوق وسكول. طب نيجي خمسه متعلقين بالكوز. ما هو سبب تايب 1؟ loss of beta cells. فيش بيتا سيلز، mostly immune mediated، mostly autoimmune disease. يعني انتي بادز حطمت البيتا سيلز، destroying البيتا سيلز. ده اهم سبب، اهم سبب على الاطلاق autoimmune disease. هل في اقتراحات اخرى؟ idiopathic، ما نعرفش ليه البيتا سيلز ما بتشتغلش. بعض الناس بتقترح وفي ناس مش موافقه على ده خالص، انه ممكن يبقى سببه فيروس. انما الاساس اللي متفق عليه ان السبب الرئيسي autoimmune disease antibodies عمل loss of beta cells. بينما في type 2 التعبير الصح دلوقتي يقول لك insulin resistance. ليه؟ طبعا ممكن يبقى combined بنقص الانسولين secretion، انما ساعات الانسولين secretion يبقى normal or even فوق النورمال في محاوله من الانسولين هو يتخطى resistance. انما الاساس انسولين ريزيستنس. العيب مش في البيتا سيلز، العيب ان مفيش استجابه للانسولين بتاع البيتا سيلز. ليه؟
اهم سبب اوبيستي اوبيستي اوبيستي. طب ثاني سبب جينيتك بوليجينيك، اكتر من جين. ايه اللي ممكن يبقى بايظ؟ احنا قلنا ان الانسولين عشان يدفن الجلوكوز في المصل بانواعها الثلاث والفات سيلز كان محتاج ايه؟ جلوكوز ترانسبورتر نمبر 4 ده بايظ، وعشان الليفر كان محتاج جلوكوكاينيز ده بايظ، او الانسولين موليكيول نفسه مش مظبوط، او الانسولين ريسبتور فيه لخبطه. انما اهم سبب يا اولاد دول كل واحده تمثل 1% بالظبط، الجلوكوكاينيز لخبطه في الجلوكوكاينيز بتاع الليفر، جلوكوز ترانسبورتر نمبر 4 بتاع الفات سيلز والمصل 1%، انسولين موليكيول 1%، انسولين ريسبتور 1%. معلكوش الارقام بس انا بحب الارقام. اهم سبب اللي هو 7% من الكيسز اللي هو انسولين ريسبتور سبستنس او سبستريت 1. ايه الماده دي؟ ماده بتترانسميت السيجنال من انسولين ريسبتور الى الانتراسيلولار بروتينز، في بعظام فيها انسولين ريسبتور سبستريت 1. دي اهم سبب في الجينيتك ديس اوردر. انما يبقى ما تنساش الاوبيستي. طيب خد بالك بقى الاربع نقاط التانيين ليه انا حاططهم مع الكوز، يمكن استنتاجه من الكوز. يبقى تفتكر لما اقول لك البادي سايز تايب 1 وتايب 2 مين فيهم اللي تخين؟ احنا قلناها يوجوالي اوبيس في تايب 2، انما في تايب 1 ثين اور نورمال. طب لما اقول لك لو في الدم دوروا على اوتو انتي بوديز غالبا هيلاقوها فين؟ طيب لي طبعا في تايب 1 يوجوالي بريزنت، انما ابسن في تايب 2. طب لما اقول لك الاندوجينس انسولين وضعه ايه لطالب ذكي؟ يقول لي مفيش بيتا سيلز في تايب 1، يبقى مفيش اندوجينس انسولين. حتى كنا بنقيسها ازاي بقى؟ بالسي بيبتايد، انت فاكر اللي هي بتطلع معاها ايكويمولر. انما الانسولين الاندوجينس انسولين في حال تايب 2 يا نورمال يا انكريز يا ديكريز، كل الاحتمالات موجوده. طب الجمله دي مهمه بقى بقولها للزملاء الاصغر سنا وللاوائل، اللي هو الجينيتك سسبتابيليتي. يعني تملي سؤال الناس تساله، يعني احتمال الاصابه بسبب الوراثه واللخبطه في الجينز ايه؟ فدرسناها بالكونكوردنس في الايدنتيكال توينز. يعني في حاله لو واحد ايدنتيكال توينز اللي هو التوائم المتشابهه اللي من بويضه واحده، واحد عنده تايب 1 احتمال ان الثاني يبقى عنده تايب 1 كام في الميه؟ التلت 33%. لكن في تايب 2 بتبقى في الايدنتيكال توينز مش في بقيه الاخوات سيبلانس ولا باقي القرايب، بتكلم على 90% اور مور اب تو 100%. خلاص يبقى الوراثه اقوى بكتير في تايب 2 منها في تايب 1، درسناها في الايدنتيكال توينز. طبعا ما بقولش الاخوات هيجي لهم 90% امور، الايدنتيكال توينز لو واحد عنده تايب 1 الثاني الاحتمال يبقى عنده التلت، انما لو واحد عنده تايب 2 90%، وبعض الناس بيقولوا ممكن 100% بعض الدراسات مش كلها عشان احب الدقه. يبقى دي انواع الدايبيتس، جدول رائع اوعوا تنسوه، خمسه باللون الاحمر وخمسه باللون الاسود متعلقين بالكوز. كنا بنسميه ايه باللون الاحمر؟ الانست، الايج، البريفالنس، الديستربنس في الليبيد ميتابوليزم الكيتو اسيدوزيس والليبوليس. وخمسه باللون الاسود متعلقين بالكوز، ومنها فهمت يبقى مين هيبقى تخين، مين عنده انتي بوديز نمره 3، مين الاندوجينس انسولين ناقص نمره 4، والجينيتك نمره 5. طيب ليه اوائل الاوائل بقى؟ هم نوعين اساسيين تايب 1 وتايب 2. هل في انواع ثانيه من الدايابيتس؟ طبعا في جيستيشن مع الولاده ايرلي ان بريجننسي وما طلع ما تعبطش، يوجوالي ريزولفد ويذ بيرث، لما يتولد بيروح الدايابيتس. طب في اذر سبيسيفيك تايبس؟ طبعا لسه قايل لكم منها، مش في هرمونات ضد الانسولين جروث هرمون؟ لما يزيد الجروث هرمون في الاكروميجالي 25% منهم عندهم دايابيتس ميليتس. ما احنا قلنا ليه الجروث هرمون كان بيقلل ايه؟ فاكر النمبر ولا الافينيتي؟ الجروث هرمون بتاعنا بيقلل النمبر اوف انسولين ريسبتورز، بينما لما يزيد الجلوكوكورتيكويدز زي في الكوشنج 20% بيبقى عندهم دايابيتس. اوعى تنسى الجلوكوكورتيكويدز كان بيقلل الافينيتي اوف انسولين ريسبتور، وفي الكوشنج
80% يعني قلنا 20% عندهم دايبيتس و80% عندهم ابنورمال جلوكوز تولرانس كير جلوكوز انتولرانس ساعات يسموهم بري دايبيتك. طب لو عيان عنده ثايروتوكسكوزيس ما قالوش انها تعمل دايبيتس انما قالوا لو هو اوريدي عنده دايبيتس اوريدي عنده دايبيتس وقالوا هايبر ثايروديزم ثايروتوكسكوز جريفي ديزيز الحاله هتبقى اجريفيت هتزيد وكذا في حاله الابينفرين. وفي ادويه بتساعد على حدوث الدايبيتس زي الستاتينز بتوع ادويه الكوليسترول وادويه اخرى بس بديك مثال ادويه الكوليسترول ضمن عيوبها انها ممكن تعمل دايبيتس. فللاوائل there is two main types type 1 و type 2 بالجدول التاريخي من 10 نقط 5 بالاحمر و5 بالاسود لكن هناك انواع اخرى gestation و other specific types. طيب اخر كلمة نرجع ال complications بتاعت الدايبيتس نتكلمنا على definition ال incidence النقطة الثالثة types النقطة الرابعة ال complications والخمسة الأخيرة ايه complications. انا بحب اقسمهم بطريقة لطيفة يا اولاد في يعني common complications بيحدثوا او يعني مش common نقدر نقول ان هما اخطر اللي هما الاسيدوزيس والكوما. اسيدوزيس قلنا طبعا disturbance في الليبيد بتدي معروف كيتون بوديز كيتو اسيدوز اللي هو كيتو اسيدز والكوما. ايه اسباب الكوما ده سؤال شافه جميل. اسباب الكوما ايه في الدايبيتس في اربع اسباب اتنين فيهم اسيدوزيس للاسيدوزيس بتدبرس السينابتيك ترانسميشن وبالتالي تعمل كوما. طبعا كيتو اسيدوزيس خصوصا لما يبقى معاها دي هيدريشن دي متوفره ما هو العام بيفقد ميه كتير كيتو اسيدوزيس ودي هيدريشن او لاكتيك اسيدوزيس يبقى اتنين اسيدوزيس اهو. طب في هايبر اوزمولار كوما بسبب زياده الاوزمولاريتي بتاعه البلاد بسبب زياده الجلوكوز في نوع رير بس يعني فيتال الحقيقه اللي هو البرين ايديما بيحصل اكتر في تايب 1 في تشيلدرن مع الكيتو اسيدوز بيحصل برين ايديما. ادي الاسباب الاربعه للكوما 2 اسيدوزيس كيتو اسيدوزيس ولاكتيك اسيدوزيس وهايبر اوزمولار كوما وبرين ايديما 1% في التشيلدرن وسكيتوزيس ودي خطيره. يبقى اسيدوزيس وكوما دي اللي هم الكومبليكيشنز الاخطر. نيجي بقى ثلاثه كومبليكيشن متعلقين باللونج ستاندينج دايبيتس ميليتس وبحب اقسمهم بطريقه علميه جدا. في كومبليكيشن مايكروفاسكولار يعني الفيسلز الصغيره بسبب بروليفريشن في الفيسلز الصغيره وسكارينج يعني تتحول لفايبرس تيشو. ماكروفاسكولار يعني في الفيسل الكبيره بسبب الاكسلريتد اثيروسكلوزيس تصلب الشرايين بيحصل بسرعه بسبب زياده البلازما زي ما قلنا لو دنسيتي والفيري لو دنسيتي لايبوبروتين اللي هم بنسميها الباد كوليسترول. وفي نيوروباثيك كومبليكيشن يبقى مايكروفاسكولار ماكروفاسكولار نيوروباثيك. ناخد كل واحده فيها اثنين حلو التقسيمه. المايكروفاسكولار حاجتين خطيرين دايابيتيك ريتينوباثي يعني تحصل في الفيسل الصغيره بتاعت الريتنا. باثولوجي باثي يعني باثولوجي مرض في الريتنا بسبب الدايابيتس فيسموها دايابيتيك ريتينوباثي. العيبها ايه؟ انها ويل اند ان بلايندنس بالعمى يعني حاجه مش سهله. والتانية في المايكروفاسكولار دايابيتيك نيفروباثي باثولوجي في النفرون بسبب الدايابيتس عيبها ايه؟ ويل اند ان كرونيك رينال فيلير كرونيك رينال ديزيزز ورينال فيلير مرض مزمن في الكلى بتنتهي بايه؟ فيلير. دول الريتنا والنفرونز دول العيب في الفيسل الصغيرة مايكروفاسكولار. نيجي الماكروفاسكولار اللي هو التصلب الشرايين السريع عيبه ايه؟ في المخ والقلب ستروك ومايكاردال انفاركشن. اقول لك حاجه الماكروفاسكولار دي سبب 75% من الوفيات في حاله الدايابيتس الماكروفاسكولار 75% من الناس اللي بيموتوا بسبب ان عندهم دايابيتس سبب الماكروفاسكولار ديستربنس. طب نيجي النيوروباثيك بقى بتانفولف الاوتونوميك نيرفس سيستم والاسوأ او يعني حاجه سخيفه برضو بريفرال نيرفز يعني نيوروباثي الاعصاب في بتاعت الاطراف ما تحسش. انا كان عندي واحد صديق يا اولاد بطل يسوق عربيه اقول له ما بتسوقش عربيه ليه؟ قال لي ما بحسش في اقدامي البدال بتاع العربيه بتاع البنزين والفرامل مش حاسسه.
انا اكشلي ما بقاش عارف الشبشب في رجلي ولا لا، مش حاسه، فجبت سواق مش حاسس. انا عاوز اقول لكم حاجه مهمه بقى، النيوروباثي والاثيروسكلروزيس اللي هي بتاعه الماكروفاسكولار، دول يعني بيعملوا حاجتين خطيرين جدا. النيوروباثي مع الاثيروسكلروزيس بيعملوا سيركولاتري ديفيشنسي في الاكستريميتيز، مش حاسس رجليه ومفيش دم رايح لرجليه، فبيبقوا ليس ريزيستنت تو انفكشن، تدي كرونيك ألسر، قرح مزمنه، وايفن جانجرين، حاجه بنسميها الديابيتيك فوت، يعني العيانين عندهم دايابيتس وعندهم النيوروباثي وعندهم الاثيروسكلروزيس في الشرايين بتاعه الاكستريميتيز بتاعه الفوت، لازم بنعتني برجليهم لان يحصل لهم كرونيك ألسر وفي الاخر جانجرين ونضطر نعمل امبيوتيشن. في حاجه اسمها عنايه بالدايابيتيك فوت. نيجي ناخد التريتمنت اوف تايب 2 دايابيتس. طبعا تايب 1 انسولين، يعني مش في تريتمنت ايه، تايب 1 انسولين، لكن حتى اسمه انسولين ديبند. تايب 2 عندنا في اربع محاور رئيسيه، ده مش مهم قوي عليك، انا بقولها بس عشان اكمل الصوره. احنا قلنا ايه اهم سبب يا اولاد؟ اذا عرف السبب بطل العجب، انتوا قلت لنا اوبيستي، يبقى نمبر 1 ويت كنترول تريتمنت اوبيستي، دي اول حاجه نعملها. عند تخين لازم يخس ويحافظ على وزنه. نمره 2 اكسرسايز. واحد فاكر الاكسرسايز ده كلام فارغ، يا اولاد ده انا قلت معلومه مهمه ما يعلمهاش كثير من الاطباء الصغار في السن عشان ما حدش يزعل، ان احنا الماسلز بتاخد الجلوكوز بطريقتين، بالانسولين اللي هو بيسنثايز جلوكوز ترانسبورتر نمبر 4، وقلنا ان الجلوكوز ترانسبورتر نمبر 4 بتاع الماسلز اللي بياخد الجلوكوز ممكن يشتغل بدون انسولين، بدون انسولين في الاكسرسايز، يعني الاكسرسايز بارلل انسولين، هما الاثنين يقدروا يشغلوا جلوكوز ترانسبورتر رقم 4 بتاع المصل ويخلوا المصل تاخد الجلوكوز وتستهلك الجلوكوز وبالتالي الجلوكوز يقل في الدم. فشفت الاكسرسايز باهميه الانسولين، لان الجلوكوز ترانسبورتر رقم 4 بيشتغل يا بالانسولين يا بيشتغل بالاكسرسايز. نمره 2 ان الاكسرسايز بيعمل حاجه ثانيه لطيفه، لما يبقى ريجولار اكسرسايز بقى يعني كل يوم بنلعب اكسرسايز، ده بيزود الانسولين سنسيتيفيتي، السنسيتيفيتي تو انسولين. بس خد بالك بقى في حاجه خطيره في الاكسرسايز، الابزوربشن اوف انسولين بيبقى مور رابيد، وعليه العيان اللي عنده دايابيتس يعني لما نيجي نديله حقنه انسولين نقول له امتصاص الانسولين هيبقى سريع، فلازم نقلل الجرعه لو هيلعب اكسرسايز نقللها بتاعت انسولين، يا اما نديله كالوري زياده عشان الجلوكوز ما ينزلش بفعل الانسولين لمستويات خطيره. يعني تاني يعني الاكسرسايز بيعمل حاجتين لطاف، بيزود الحساسيه للانسولين وبيخلي الماسل تستخدم الجلوكوز ترانسبورتر رقم 4 بدون انسولين، لكن بيعمل حاجه قد تكون خطيره، بيزود امتصاص الانسولين اللي انت بتحقنه بيه، وعليه ممكن يؤدي الى هايبوجلايسيميا جامده، فعلاجها تقول له حضرتك هتعمل اكسرسايز يا تقلل جرعه الانسولين يا تاخد سعرات. ثالث حاجه بعد انقاص الوزن والاكسرسايز دول مهمين جدا، ميديكيشنز، نعالج العيان، نعالج الكومبليكيشنز، عاوز طبيب يقعد مسؤول عن هذا المريض. وفي البدايه العيانين بيحبوا ياخدوا حاجه اسمها اورال هايبوجلايسيميك، يعني ينقص الجلوكوز بدواء اورال اللي هو سلفينايل يوريا اللي بيزود الانسولين او البايجوانيتس، ولكن في النهايه ممكن العيان يحتاج الى انسولين ماي بي نيدد يا اولاد. عشان كده تعبير ان هو نون انسولين ديبندنت ده في تايب 2 اللي هو الادلت تايب ما بقاش تعبير مظبوط قوي، لان في النهايه بنحتاج العيان ياخد انسولين اللي هو فريدريك بانتينج قلنا كان مكتشفه في 1921 وخد عليه نوبل مع ثلاثة آخرين في 1923، وقلنا إن الناس قالوا لولا بانتينج لكان بتوع الدايابيتس في تحت التراب، حتى هم سموها بهذا التعبير. في النهاية يا أولاد أنا يعني بشكركم من أجل إنصاتكم لمحاضرة من أهم المحاضرات في الكراش كورس في الإندوكراين وهي الإنسولين، وحاولت أقولها بالطريقة اللي هي الموست أب تو ديت دلوقتي
المعلومات المتوفرة عندنا فقلناها، واسمعها مرة والتانية هتستفاد في مرض مهم هو الأكثر شيوعا يعني بالنسبة للكلينيكال، دي المحاضرة الأهم. بشكركم من أجل وقتكم ومن أجل حسن استماعكم، وأتمنى أكون أفدتكم وألقاكم على خير بإذن الله، وأسعد الله أوقاتكم. شكرا.